بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا المبعوث بالحق هدى ورحمة للعالمين. أما بعد، إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأولا أعبر عن امتناني وشكري وسعادتي بتواجدي في هذا المقر، في هذا المكان الطيب، في هذه الحركة التي أعتز أنني تعلمت على مبادئها وأسسها، وأفتخر بها في أي مكان سافرت في العالم، أنها حركة تتمتع بالنضج والتعقل وسبقت زمانها سنوات عديدة. فأسأل الله أن يبارك جهدها وجهد كل من يقوم على الخير في هذا البلد الطيب. وأيضا سعيد أن الاهتمام بالأسرة بدأ يجد حيزا هاما في أدبيات كل من يهتم بعملية الإصلاح في المجتمعات، عكس ما كان قبل 20 سنة. كانت الأسرة تعتبر فتنة، والداعية دائما يعتبر احذر أن تفتنك أسرتك، وكان الداعية المفضل هو الذي يضحي بأسرته، أو هو الذي يكون كالشمعة تضيء للناس ويحرق نفسه وأسرته. فالحمد لله أن هذا النضج بدأ يعرف الإنسان أن أنذر عشيرتك الأقربين هي الأولى، وهي بداية الإصلاح وبداية العمل الدعوي. فأول شيء إن شاء الله سعيد مهارة التواصل الأسري. لما نسمع الأسرة، فالأسرة فعلا هو عنوان يجدني دائما يجعلني في حرج، لأن إذا حافظت وانسجمت مع العنوان فسأتكلم عن علاقات زوجية وعلاقات مع الأبناء، لأن الأسرة هي علاقات زوجية ثم علاقات مع الأبناء. فلذلك حاولت في هذا البرنامج إن شاء الله أن أتحدث جزءا منه عن الأسرة، العلاقات الزوجية، وجزء آخر عن العلاقة بين الآباء والأمهات من جهة والأبناء من جهة أخرى. فأنا أول شيء أرحب بكم إخواني وأخواتي، وأنا سعيد ورحب بالإخوة والأخوات اللي جاءوا من خارج الرباط، وكنت أتابع منذ 2-3 أيام وما يستعدون لهذا اللقاء. فبارك الله فيكم. ودائما أقول ما يسعدني دائما في البرامج هو حضور الرجال، فأنا ممن يفرح بي عندما يرى الرجال في أي محاضرة أكثر من فرحتي بالنساء. ممتاز. شوفوا هذا الفيلم أخواتي إخواني، شايفين الأسرة؟ الأسرة مثل غزالة جميلة، يمكن الفيلم ما واضحش. هذه الأسرة لها أعداء، لازم تكونوا أسرع من الأعداء وتنقذوا الأسرة. هكذا باختصار هذه مهارة التواصل الأسري. عندكم أي سؤال؟ ممتاز. فلو جيت أخواتي إخواني أجمع المهارات الأسرية في 4 أسس أو 4 أركان. فالتواصل الأسري يقوم على 4 أسس. أول شيء أن تكون هناك مهارات تبني الثقة المتبادلة بين أفراد الأسرة، ومهارات تبني العلاقة، ثم تكون الأسرة مهاراتها تعزز كل ما هو إيجابي داخل هذه الأسرة، ثم العمل على تعديل السلوكيات السلبية داخل الأسرة. هذه هي أركان التربية، أركان الأسرة، أركان التي تحقق الاتزان داخل أي أسرة. ولا يمكن أبدا، إذا انعدم أي جزئية من هذه الجزئيات الأربعة لا يمكن الحديث عن أسرة متزنة أو مستقرة أو أسرة سعيدة. ولكن لو سألتكم سؤال، هي 4 أسس تقوم عليها الأسرة، ما هو الأساس الذي لو كان فيه أي خلل تضيع الأسرة من الأربعة؟ ثقة أو العلاقة؟ تعزيز الإيجابيات. حق، لاحظوا، لو جئنا إلى سنة قرآنية لا تحابي أحد ولا تحابي حتى الأنبياء أنفسهم، لو كنت فظا غليظ القلب، بمعنى العلاقة. فنحن نتحدث عن العلاقة هي أساس، فلو أردنا أن نعطي هذه الأسس الأربعة يعني نسبة، فنحن نتحدث عن 70% علاقة و 10% واحدة من كل باقين. بمعنى العلاقة هي أساس، أي شيء يدمر هذه العلاقة نحن أمام تدمير لي التواصل الأسري بالدرجة الأولى. العلاقة الإيجابية دائما تبدأ بين الزوجين، لا يمكن الحديث عن علاقة إيجابية داخل الأسرة
إذا كان هناك خلل بين الزوج وزوجته. وذلك لما أتكلم عن العلاقة الأساس، المحور الأساس في التواصل الأسري بين الزوجين، فأنا أوجه تركيز إلى أكبر خطأ ترتكبه المرأة وليس الرجل. ولا تعتقدون أنني متحامل على المرأة باعتبار رجل، ولكن الخطأ الذي ترتكبه المرأة أنه بعد مجيء الطفل الأول تجعل العلاقة داخل الأسرة هي علاقة الأم بالابن وتهمل الزوج. وهذا أول خطأ يرتكب داخل الأسرة بمجيء الأبناء، فتهمل العلاقة الزوجية وتصبح الأم كل اهتماماتها في الأطفال. والرجل قد يصبر 3 أشهر 6 أشهر، ولكن لا يستطيع الصبر بعد 6 أشهر. سوف يبحث هذا الرجل عن بدائل في العلاقة. إذا ضحت المرأة بعلاقتها مع زوجها فالأب سيصبح أب غيور، سيتحول إلى أب طفل أحيانا، أحيانا يتمارض يريد اهتمام زوجته التي لا تهتم إلا بالأطفال أو بالطفل، وهذه كلها أشياء نفسية تحدث عند الرجل. أو سيجد بدائل، والبدائل في المجتمعات جاهزة وكثيرة جدا. وأنا أعتقد أكبر بديل في المغرب أراه هي المقاهي. هذا البديل الأول، أن الرجل سوف يكثر يصبح من مدمنين المقاهي. أو البديل الآخر هي الأجهزة الإلكترونية، هناك بدائل أخرى يفكر فيها الرجل. إذن العلاقة الإيجابية دائما تبدأ بين الزوجين، ولكن هذه العلاقة تبنى على 4 أسس. كل مهارات التي يجعل العلاقة إيجابية بين الزوجين قائمة على 4 أسس. أساس أول هو الأساس العميق، هي الجذور العميقة لهذه العلاقة، وهي لو اعتبرنا هذه السعادة الزوجية، شجرة السعادة الزوجية، فإن الأساس هو الحب. وذلك خذوا قاعدة أخواتي إخواني، لا يمكن أن تنشأ سعادة زوجية واتزان واستقرار دون حب. ولا ينبغي أن نقبل أن تبنى بيوتنا على الصبر. إن شاء الله نستأنف. خذوا أخواتي إخوان هذه القاعدة، البيوت تبنى على الحب، لأن الأصل في العلاقة الزوجية هو الحب، المودة والسكن، وليس الصبر. فإن ورد علينا بعض الآثار تتكلم عن الصبر فهذه فتوى خاصة بصاحبها. والله إنسان يقول أنا لا أحب زوجتي فأريد أن أطلقها، فنصح بأن البيوت أيضا تبنى على الصبر، ولكن هل نضحي بالأصل ونأخذ الاستثناء ليصبح هو الأصل، أم لا بد أن نهتم بالأصل؟ إذا الأصل هو أن تبنى البيوت على الحب. هل طرأ لديكم سؤال أن الحب يفتر؟ هل تؤمن أن الحب يضعف ويفتر؟ نعم. هذه من الأفكار الخطأ علميا. الحب لا يفتر ولا يضعف ولا تزيده الأيام إلا متانة وقوة، ولكن الذي يضعف هو شعور آخر له اسم آخر ليس الحب. وذاك هل يوجد زوج حب زوجته في السنة الأولى زواج؟ في زوجين يحبون بعضهم في السنة الأولى زواج؟ قبل الزواج في رجل يحب امرأة قبل الزواج؟ نعم. لاحظوا، خذوا معلومة صحيحة أيضا علميا، الحب لا يبدأ بين الزوجين إلا بعد 2 سنين زواج. أما ما هو بين الزوج وزوجته في بداية الزواج وقبل الزواج أثناء الخطوبة، فهذا شعور آخر اسمه الوقوع في الحب. والوقوع في الحب له عمر افتراضي لا يمكن يتجاوزه، يموت 2 سنين، هذا أقصى عمر، إذا عمر 2 سنين ثم يموت وينتهي. فإذا تزوج يقعان في الحب ويشعران بجمالية هذا الشعور الجميل، وبعد 2 سنين يضعف ويموت وينتهي. فيعتقد الناس أن الحب انتهى، الحب لا يبنى إلا بعد انتهاء الوقوع في الحب. وهذه بشرى نبشر كل متزوجين أكثر من 2 سنين أن بإمكانكم أن تبنوا الحب بعد 2 سنين زواج. والحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، الحب كالعقدة لا ينفك، عمر العقدة ما تنفك. قد تأتي الرياح والعواصف تدمر بيوت
ومدن ولكن لا تستطيع أن تفك عقدة واحدة. هكذا الحب. وذلك لا ينبغي أن نقبل إلا بالحب في بيوتنا. ويمكن بناؤه، سنتحدث عن بعض الأمور اللي ممكن تساعد في بنائه. هذا هو الأساس، هذه الجذور العميقة للتواصل الأسري والسعادة الزوجية والعلاقة الإيجابية بين الزوجين. ثم ثلاث أشياء التفاهم. العلاقات الزوجية لا توجد علاقة مثالية في التاريخ. يمكن الزواج المثالي الوحيد هو زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة، ولم يعرف زواجا مثاليا بعده أبدا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته كانت تغضب عائشة، وكانت إذا غضبت عرف ذلك عايرها من وجهها ومن كلامها، فتقول ورب إبراهيم، ولما تكون راضية تقول ورب محمد. وأيضا أمهات المؤمنين اتحدنا واتفقنا وعملنا إضراب عن النبي صلى الله عليه وسلم، يريدنا الزيادة في النفقة. بمعنى لا يوجد زواج مثالي أبدا، وإنما ينبغي إذا حدثت أي خلل في العلاقة أن نبني على التفاهم. والتفاهم مهارة من أقوى مهارات إصلاح ذات البين، أقوى المهارات. اختلف الزوج والزوجة، تعال نتفق نتفاهم. معنى تفاهم، ليس المطلوب أن نثبت من المخطئ، وليس مطلوب أن نلقي اللوم على بعضنا البعض، وليس مطلوب أن يتأسف ويعتذر أحدنا للآخر أبدا، وإنما أقول للآخر أنا أريد منك، فيقول الإنسان ما يريد وليس ما لا يريد، دون إثبات تهمة على الآخر. فمثل الرجل يقول لزوجته أريد منك إذا اختلفنا أن تجلسي في البيت، ما هو الشيء الذي لم يقوله؟ ما يقول لا تغضبين وتتركي البيت وتذهبين إلى بيت أمك وأبوك، لا يقول هذا الكلام. التفاهم أن يقول لها أريد منك إذا اختلفنا أن تبقي في بيتك، وهي تقول أريد منك إذا اختلفنا أن تحدثني بصوت خافت. هذا هو التفاهم. تفاهم أن لا تلقي اللوم على الآخر، ولا تعاتبه، ولا تحاسبه، ولا أن نثبت من المخطئ. وهذه أهم مهارة في التواصل الأسري التي تحافظ على العلاقة الإيجابية بين الزوجين. وحتى من يقوم بإصلاح دلالة البين، أنا تجيني حالات عديدة دمرها المصلحون. يأتي مصلح ويجي الزوجة والزوج يقول يلا قولي ايش عندك، قولي والله عندي وعندي وعندي، وتفضح زوجها أمام رجل غريب، وأنت ماذا والله كذا، ويفضح زوجها أمام رجل غريب. عادة إذا تفاضح أمام إنسان غريب أيا كان ماذا يحدث؟ يعني دائما جراحات السيوف تلتئم ولا يلتئم ما جرح اللسان. أنا تتبعت في الإرشاد الأسري، طبعا إصلاح ذات البين أصبح علم، أصبح إرشاد قائم على أسس وفنيات. السؤال نتساءل، لماذا الله عز وجل عند الاختلاف بين الزوجين أمر أن يحل الخلاف حكم من من؟ من أهله ومن أهلها. عارفين لما تتبعت لماذا هذا الهدف؟ السؤال قد يكون هذا الحاكم وهذا الحاكم ليس مختصين، ولكنهما يضمنان قيمة لا يمكن للأسرة المسلمة أن تضمن سعادتها إذا اختلت هذه القيمة، وهو الستر. فلما يأتي حاكم من أهلي وحاكم من أهلي نضمن الستر. ممتاز. إذا أصبحت أنا المرشد أو أنا المصلح وعندي مهارات أحافظ على الستر، فأنا ممكن أن أكون أنا الحاكم اللي ممكن أصلح ذات البين. آتي بالزوجة، قولي ماذا تريدين من زوجك، لا تقولي ما لا تريدين، لا تتكلمين بسوء عن زوجك أبدا، وقل أنت ما تريد. وإذا أي واحد بدأ يختل أو يخرج عن التفاهم أوقفه. مرة أذكر كنت في جدة وجيني واحد من طائف، وكل ما يريد يتكلم في زوجته أوقفه بالمرة الأولى بالتي أحسن، ثانية شوية بديت أقمعه، يا دكتور لا تقمعني. قلت له شوف، أنت جاي من الطائف، ولولا عمتك لما قابلت أن أقابلك أنت وزوجتك، فإما تسمع وتمشي على ما أريد أنا، وإلا السلام عليكم، لن أسمح لك تتكلم عن زوجتك أمامي بسوء أبدا. قل ما تريد فقط، وأنت قولي ما تريدين وننتهي، ونحافظ على قيمة الستر. مرة أحد الأخوات جاتني مكتئبة، هذه في أبو ظبي، اكتئاب مسكينة. المهم فقدت زوجها، ما بقى يتصل بها، سمعت عن أن في محاكم أبو ظبي هناك بعض المصلحين مشايخ، فذهبت تشتكي، ليست طلبا في الطلاق، تريد فقط الإصلاح. فاتصلوا بالزوج وطلبوا منه الحضور للمحكمة. الزوج اتصل، أنت اشتكيتي؟ لا أنا ما اشتكيت ولا أريد طلاق، هذا فقط رجل دين وشيخ وكذا يريد الإصلاح بيننا فقط. الرجل جاء أخذ زوجته
هو جاي من دبي يشتغل في دبي، أخذها وذهب إلى المحكمة، وقف ومشى يقول يا ابنتي ماذا عندك؟ والله يا شيخ زوجي لا ينفق علي، يعطيني فقط 2000 درهم، والفين درهم بين قوسين في أبو ظبي لا تكفي 3-4 أيام أكل وشرب في الشهر، أنا لا يأتي عندي إلا 2 يوم في الأسبوع، وأنا كذا وكذا. كل ما تكمل يقول لي يا شيخ كملي، قولي يا بنتي قولي كل اللي عندك وتفكر وتقول لي عندها. المهم هي تحكي لي السبب، قلت لها وزوجك؟ قالت زوجي فقط جالس ماسك لحياته. قلت لها زوجك متدين؟ هي قالت متدين. قالت فقط ماسك لحياته هكذا ويشوفني، والشيخ بدأ ينصح يا أخي وكذا يذكره. قلت له زوجك ماذا قال؟ قال كلمتين ما زاد عليهم، خير إن شاء الله، أبشر خير إن شاء الله، أبشر خير، وماسك لحيته هكذا، خير أبشر خير أبشر. المهم إذا أن انتهوا خرج أمام باب المحكمة يقول زوجته عندك تليفونك؟ قالت إيه عندي. قال اتصلي بسيارة أجرة جي تأخذك لبيتك، وخلى أمام باب المحكمة ثم ذهب. من يومها لم تره، كان يجي 2 يوم وكان يعطي 2000، الآن لا 2000 ولا 2. والأخت جاتني مكتئبة، قال الله يا أختي أي رجل غيكون في مكانه غيعمل نفس الشيء. يا أختي زوجك رجل متدين، عارف معنى متدين؟ أنتم عارفين معنى واحد متدين؟ سمته متدين. المتدين أيا كانت أخلاقه وسلوكه يبقى متشبث بسمعته مهما كانت. عمرك شفت واحد متدين حاط رجل في مقهى وماسك شيشة؟ حتى لو يشيش دائما عنده الستر وعنده السمعة. وتجيبي زوجك هذا المتدين بلحيته أمام رجل وتفضحينه، ما الذي يحدث؟ هذا فضح. وذاك التفاهم إحدى أقوى المهارات في التواصل البشري. نعيدها باختصار، في التفاهم لا تثبت من المخطئ، في التفاهم لا عتاب ولا محاسبة، وإنما أقول ما أريد من الطرف الآخر ويقول للطرف الآخر ما يريد مني، ونتفاوض ونتنازل مع بعض ونتفق على أسس، هذا هو التفاهم. ثالث شيء هو الاحترام، الاحترام. طبعا الحل أيضا ما يقولون متحامل عن النساء، الاحترام مشكل نسائي أكثر منه رجالي، وذاك دائما نجد صعوبة أن نجد امرأة تحترم زوجها، ولكن نجد كثير من الرجال يحترمون الزوجات. هذا وقت تضحك جاءت غريبة، أنت تحترمين زوجك؟ ها ممتاز، أنا معك يا أختي، ممكن تعطيني ما علامة احترامك لزوجك؟ أعطيني الدليل، ما هي العلامة التي تدل أنك تحترمين زوجك؟ تفضلي أنت، إيه شن ما هو العلامة أنت تحترمين زوجك؟ قولي أنا أفعل كذا وهذا تعني أني أحترم زوجي، أعطيني السبب. لا أنت اللي تقولي، أنت قلت أحترم وأعطيني الدليل. ولذلك أخواتي سأقولها لكم وحاولي تفهمينها، وإذا فهمت الاحترام ستبدأون تواصل أسري إيجابي، وأنت ستسعدين أولا وأخيرا، وزوجك سيسعد بك إذا احترمته. معنى الاحترام من المرأة أن تقبل زوجها كما هو، لا تحاولين تغييره. كم من امرأة أنا تقول والله أنا زوجي ممتاز لو تغير، زوجي ممتاز لو ترك هذه العادة، زوجي ممتاز لو. مجرد أن تفكرين أن لو تغير أو تسعين إلى تغييره فأنت لا تحترمينه، وهذا هو الذي يصل للزوج، زوجتي لا تقبلني كما أنا إذا لا تحترمني. ولك سنجد أكثر شكوى الرجال من النساء زوجتي تريد تغييري بمعنى لا تحترمني. حين السؤال إذا المرأة احترمت زوجها بمعنى تقبلته كما هو، ما هي النتيجة؟ أعطوني النتائج. أول شيء ستكون سعيدة، لأن أكثر النساء المكتئبات سبب اكتئابهن اعتقاد أن الزوج هو السبب. وأقول لكم الرجال براء من اكتئاب النساء، لا يمكن لزوج يسبب زوجته اكتئاب أبدا. كنت 2015 عندي استشارات عائلية في قطر، فجلست أسبوع كامل 45 استشارة خلال الأسبوع، وكل استشارة أحط عنها تقرير، وبعدين أعمل تقرير للجهة اللي استدعتني إدارة اسمها الاستشارات العائلية. فلما انتهيت بديت أعمل الإحصاء، جاتني 17 أخت مكتئبة من 45، 17 واحدة مكتئبة عندها اكتئاب، تقول يا دكتور عندي مشكل مع زوجي. المهم هي تحكي أنا أكتشف أنها اكتئاب، عندك اكتئاب، عندك صداع، عندك قولون عصبي، عندك ألم هنا ألم هنا. إيه نعم عندي. يا أختي أنت عندك اكتئاب، أول شيء عالج الاكتئاب، خليك من زوجك. فيقولوا سبب اكتئابي يا دكتور زوجي.
زوجي رفع ضغطي وجاب لي السكر وهو اللي كذا. يا أختي ما في زوج ممكن يجيب اكتئاب الزوج، علميا لا يمكن. وإنما زوجك عنده عادة معينة، قد يكون واحد يسهر، واحد منشغل بشيء، منشغل بتجارة، منشغل بأعمال. جاتني حتى من بين يمكن حالتين أزواجهم منشغلين بالعمل الخيري، عمل خيري ودعوي وكذا، وأهملوا الزوجات وتقول جاني اكتئاب لأن زوجي منشغل عني. لا أختي، زوجك منشغل عنك تقبلي، هذا هو زوجك. ما دام هو زوجك وانت قابلة تبقي مع هذا الزوج تقبليه وانتهى الموضوع. أنا أعطاني الله زوج منشغل. أيضا من بين 17 اللي قلت لكم اللي أسبابهم، في 3 من 17 تعرفون لماذا أزواجهم جابوا لهم اكتئاب؟ لأنهم جالسين في البيت لا يخرجون من البيت، متقاعدين، لا عندهم أصدقاء ولا علاقات، جالسين في البيت، والباقي خارجين من البيت. وبالتالي لو تقبلته لسعدتي، لو تقبلته لما بقي عندك حرص أنه يتغير. لأن أعطيكم معلومة عن الرجال، وهذا السر إن شاء الله الرجال ما يسمعونه، الرجل سهل في التغيير، ولكن أعند مخلوق على وجه الأرض هو الرجل إذا أحس أن زوجة تريد تغييره، يصبح رأسه يابس قاصح، لا يريد زوجته تغيره. ولكن هو ممكن يتغير، هو ممكن يتغير بطريقة أو بأخرى. وأنا علمت النساء معنى العين الحمراء، وأريدكم تدخلوا لجوجل أو في اليوتيوب تكتبوا العين الحمراء، كيف أنت طلعي العين الحمراء في زوجك وتخليه يتغير بوحده. هذا السر يقرأه النساء بوحدهم، العين الحمراء. طيب الحال العين الحمراء، لا ضرب لحقوق الرجل، احترام الرجل، احترام حقوقه، لا تقصير في حقه ولا أخطاء في حقه، ولكن في عين حمراء يقوم على أساس أن المرأة تصبح ترسل للرجل اللي يهمل زوجته: أنا سعيدة بفضل الله وبدونك. هذه العين الحمراء، هذه الأسس اللي تقوم عليها. أنا سعيدة بدونك، بمعنى لا أنتظر أنت تخرجني في نزهة ولا تصفرني حتى أشعر بالسعادة، لا، أنا الله سأسعدني وأنا سعيدة بدونك. هذا بالنسبة للرجل اللي يهمل زوجته. نعم أختي، قلتينا أن الاحترام الرجل المرأة لزوجها يتجلى في أنها لا تريد أن تغير. إيه. كيفاش يتجلى احترام الرجل للمرأة؟ والله شوفي أختي، إحنا لما كمختص يصعب أنني أجد رجل عنده مشكلة مع زوجته لا يحترم يريد تغييرها. ما عندي هذه المشكلة، قليلة جدا في الرجال. درجة آخر حالة أذكرها في الرياض كانت عندي، جاي زوج وزوجة، هي عندها مشكلة لا تحترم تريد يتغير، هو ما عنده مشكل. يا دكتور أنا أحب زوجتي. من بين الأشياء اللي يقولوا لي: يا دكتور أنا أريد فقط أهتم بنفسي. إيه، ما حد يمنعك. إيه، أعطيني شنو الدليل، ما هو الأشياء اللي تريد تهتم بنفسك ويرفضهم؟ يا دكتور أنا أحب أحط ماكياج. زوجها يقول: يا دكتور أنا أحب زوجتي هكذا بدون ماكياج، هي تحط ماكياج، أنا ما أحب الماكياج. فشوفوا الزوج يتقبل زوجته كما هي. أغلب الرجال لو سألتهم كان أحب زوجتي بدون ماكياج، ينظر تجد الرجل يقول زوجته تغيري. ولكن الرجل عنده خطأ آخر ما نقولوش لكم، سري، عنده خطأ آخر. ها بلاش بلاش ما نفضحكمش. لا، هو الرجل، شوفوا المرأة تقول كان أريد، هو زوجي ممتاز، هو لو تغير ما شاء الله الأمور تمشي سعيدة جدا. الرجل عنده خطأ آخر يمكن صعب شوية، يقول لك لو غيرت زوجتي أكون أسعد. ماشي غيرها، يجيب واحدة تانية، يفكر في واحدة تانية. لكن أغلب الرجال يفكروا لكن لا ينفذون، هذه بشرة لكم. غيرت يفكروا ما تنفذوش، قليلين. هذا نسميه الاحترام. ثالث شيء هو الثقة، الثقة اللي قلنا تكلمنا عليها. لكن ما أنا لا أتكلم في الثقة، لأن الثقة هي الأصل، ولكن أتحدث عن مضاد. أحيانا يعرف الشيء بمخالفه، ولذلك أكبر عدو العلاقات الزوجية الذي يدمر الاستقرار هو الشك. وذلك حاربوا، أنا ما أقول لكم حاربوا الشك، حاربوا كل خطوة تؤدي إلى الشك. أنا شايف هنا ممكن يجيوا شي 10 يجلسون على الأرض، الشباب اللي قاسين يجيوا ربعون على الأرض. أنا مني كنت في سنكم، مني كنت مراهق مثلكم، كنت أجلس على الأرض هنا. تعالوا يا المراهقين، أنا شباب، هادو مراهقين دا، أجوا جلسونا 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 إن شاء الله، تفضلوا. وهنا هنا كان واحد 20 بلاصة، دخلوا دخلوا، تفضلوا تفضلوا. الرجال رجال، جيبوا الرجال هنا.
تعالوا هنا جلسوا على الأرض عادي، ها كرسينا، خلي خلي تفضلوا تفضلوا بناتي تفضلوا هنا هنا هناك هنا. ايه خذهم خذهم بجوج، خذي هذا انت اختي اختي المنقبه، خذي هذا. لا 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 ما تجلسي، لا خذي جلسي هنا هنا. ما شاء الله انت اجلس هنا هنا هناك. طفل ممتاز. لا الطريقة خلو خلو يجلسوا. ممتاز. يعني نكملوا أخواتي إخواني. الثقة. الله أكبر. تفضلي هنا هنا هنا. جلسوا جلسوا. ما شاء الله. جلسينا 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 أختي تعالي هنا جلسينا جلسينا هنا هنا هنا. ما شاء الله. آه شفتوا ما شاء الله. يلا نكمل أخواتي إخواني. الثقة. الثقة حتى نبنيها نحارب الشك. معنى الشك؟ كل طريق يؤدي إلى الشك منعوه. مثال لو زوجك أختي ترك تليفونه إياك تفتحينه حتى لو خلى ثلاث أيام. الرجل نفس الشيء، لا تتجسس على زوجتك ولا غير ذلك. عارفين من أحكام الشريعة اللي احنا حكم اتصالات اللي أصبحت، كان الرجل إذا وصل إلى دياره بعد غروب الشمس يسن له أن ينام في البيت في المسجد ماشي في بيته. والإمام أحمد لما علق على هذه الأحاديث قال كان المقصد ألا يشك الزوج، لأن عادة عند العرب كان يتأخر ليدخل دائما الديار بعد غروب الشمس ليفاجئوا زوجاتهم، لكانت الأصل هو الشك. فجاء الإسلام ليحارب هذا الشك. فلا تتجسسوا أبدا، لا تقرأوا هواتف بعضكم البعض وابدا. هذا اقول لي من اخواتي الدرجه الاولى، اذا جاء زوجك وجدت على لباسه شعره طويله ولونها يختلف عن لون شعرك، خذيها ورميها وقول لي شوف يا حبيبي لما اجلس مكان عام على كرسي انتبه، ممكن تكون جالسه فيه امراه قبلك فقط. هذا هو الاصل. زوجك اصل في انه إنسان صادق ووفي، عمرك ما تخلي الشيطان يدخل بينكما، وإلا ستدمر النفس، النفس ستدمر بالشك. هذه الأسس الأربعة التي تقوم عليها العلاقة الزوجية الناجحة، السعادة الزوجية. ممتاز. ممارسات تدمر العلاقة، العلاقة بين الزوج والزوجة، وتدمر العلاقة بين الأب والأم من جهة والأبناء من جهة ثانية. الممارسة الأولى هو الانتقاد. الانتقاد، خذوا قاعدة أخواتي أخوان، الانتقاد أو النقد واحد من أكبر مدمرات العلاقات الإنسانية. إياكم تؤمنون بالنقد كأسلوب للتعامل بين البشر. لا تنتقدوا بعضكم البعض، اكفروا بشيء اسمه النقد. النقد لا إيجابية ترجى منه إلا تدمير العلاقات وتدمير النفوس وتحبيط النفوس. النقد فكرة غربية غير أصيلة، لا تنسجم مع ديننا الإسلامي. الغرب لما يريدون ينصحون بعضهم البعض يبحثون عن أساليب، عندهم أسلوب النقد. ولحد الآن الغرب عنده عقدة، لم يجد النقد الذي يمكن أن يحدث الأثر الإيجابي. فكان الغرب يقول إذا أردت أن تنتقد إنسان هيئه نفسيا، امدحه قل أنت رائع وممتاز ولكنك لا تفهم شيء. دائما امدحه هيئه وبعدين قل لي ما كتفهمش. شوية اكتشفوا أن هذا الأسلوب لا ينفع، فكروا جابوا الساندويتش.
أنت رائع وممتاز ولكن لا تفهم شيء، وعموما تبقى إنسان ممتاز ورائع، ما داروا شيء، ها لعبوا بالكلمات. بينما أسلوبنا نحن المسلمين لما نأخذ من العلاقات من النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل أسلوب المدح، فإذا رأى إنسانا يخطئ مدحه، إذا رأى إنسانا أحسن يمدحه، أخطأ مدحه، قصر مدحه. وكان يمدح بماذا؟ شوفوا أسلوب النصيحة ماشي النقد. الذي أراه تقصيرا في أخي أبحث عن في التواصل بيني وبينه، أبحث عن عكسه الذي هو الخير الذي أرجوه له، فأقول له ما أروعك لو كنت تفعل كذا وكذا. نعم العبد عبد الله بن عمر كمله لو كان يصلي بالليل، هو ما كان يصلي بالليل، ما قال له مثل أحد الخطباء مرة في خطبة جمعة في دولة عربية، أنا حاضر يخطب والخطبة اللي يرفعون صوتهم، وشوية رفع صوته وبدأ يشتم فينا ويصفنا بالحيوانات يعني. فمن الأشياء اللي قال أصبحنا كالأنعام، يعني كالحيوانات، نأكل ونشرب وننام، والأصحار تئن من قلة الساجدين. فأنا بطبع الحال ما عرفت أنا تركيزي كيف كان، ما عرفت واش 10% 20% في صلاة الجمعة خطبة الجمعة، خلي صفق راه منسجم معي، أنا أحب الأطفال خليهم على تلقائيتهم صفق. فأنا ما أعرف تركيزي كم، لكن أول ما بدأ يشتم لا تركيزي صار 1000%، أصبحنا كالأنعام نأكل ونشرب وننام والأصحار تئن من قلة الساجدين. فالسؤال لماذا أصبحنا كالأنعام بالنسبة إليه؟ ما يريد هذا الخطيب أن يقول لنا؟ خليك أختي خليك أي جلسي صوت الأطفال تعمل موسيقى تصويرية حلوة، أنا تنفرح موسيقى الأطفال دائما تقول لهم خليهم. فهو أراد أن يحثنا على قيام الليل، ولكن ما وجد طريقة إلا أن يشتمنا ويصفنا بالأنعام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أن عبد الله بن عمر مقصر في قيام الليل قاله نعم العبد أنت لو كنت تقوم الليل. الكندي كان مطرب العرب قبل في الجاهلية، وهو أسلم مع أهل الطائف، فلم يمضي على إسلامه يوم أو يومين وإذا بالمسلمين فئة من المسلمين يجتمعون حوله يغني لهم. مر عليهم عبد الله بن مسعود رجل القرآن بامتياز، أول ما مر احتراما لعبد الله بن مسعود ومكانته في الإسلام توقفوا، والكندي توقف عن الغناء. تخيلوا قال ما أجمله من صوت لو كان في كتاب الله، وكمل طريقه. تخيلوا قال له مزامير إبليس مزامير الشيطان أعوذ بالله أسأل كذا كذا، ماذا كان ممكن يكون، ماذا كان ممكن تكون ردة فعل الكندي وهو لم يمضي على إسلام يوم أو يومين، ماذا كان ممكن؟ ولكن لما قال ما أجمله من صوت لو كان في كتاب الله، ما الذي حدث؟ هكذا الراوي قال ما سمع الكندي بعدها مدندنا إلا بكتاب الله، حتى بينه وبين نفسه تدندن بكتاب الله. هذه القولة الرائعة، وذاك الانتقاد مدمر للعلاقات الإنسانية. لا تقولوا انتقاد ولا يوجد نقد بناء، هل فيه نقد بناء في رأيكم؟ فيه؟ لا ما فيه، النقد نقد. فالسؤال دائما يقول لي دكتور فيه نقد بناء، أقول لهم عندكم منعطفات مستقيمة؟ الرباط فيها منعطف مستقيم؟ فإذا استحالت أن تلتقي الانعطاف مع الاستقامة فلا يمكن أن يلتقي البناء مع النقد. لا تنتقدون، امدحوا بعضكم البعض. التشكيك، أن تشككوا في الآخر في أخلاقه في قدراته، هذا من مدمرات العلاقة سواء بين الزوجين أو بين الأبناء. الأمر الثالث الإهانة. عارفين الإهانة خطورتها ما هي؟ أول شيء هذه الأمة العرب بالخصوص، وجاء الإسلام ليؤكد عندهم قيمة، هذه القيمة تعد من القيم الأساسية الضابطة الحاكمة التي لا تتزن شخصية الإنسان دونها. وعارفين كل حضارة لها قيم ضابطة، ولا يؤسفني أننا نحن في العالم العربي ندرس القيم الضابطة حتى في مناهجنا التي تعد ضابطة فلسفة اليونانية واعتمدها الغرب. وسمعت أحد الدعاة الكبار مرة يتكلم القيم الجمالية كذا هي الجمال والحق والعدل، والله هذه هي القيم الضابطة عند الغرب. احنا عندنا الكرامة رقم 1، والحياء رقم 2، والتسامح رقم 3، وذاك الحياء يجيب كل القيم الأخرى، وذاك خصه النبي صلى الله عليه وسلم وقال والحياء شعبة من الإيمان. وأنا في عمري 12 سنة أذكر أول ما حفظت هذا الحديث
كنت يومها أعتقد الصدق هو أعلى قيمة. وقلت لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الصدق من الإيمان؟ لماذا قال الحياء؟ والله ما فهمت هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم إلا قبل يمكن سنوات قليلة، 7-8 سنوات فهمتها. لماذا خص الحياء؟ الحياء قيمة ضابطة، لو ضعف عندي الصدق الحياء يجيب الصدق، لو ضعفت الأمانة الحياء يجيب الأمانة، الحياء يجيب باقي القيم تسمى ضابطة، والقيمة الأخرى الكرامة. وذلك هند زوجة أبو سفيان لما جاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم قال تبايعناني على ألا تفعل، هي توقفت، يا رسول الله أنا أبايعك أنني لا أفعل هذه الأشياء؟ إيه نعم، هذه بايعة النساء. قال أو تفعله الحرة، الحرة بمفهوم كريمة، يعني هذا الشيء أنا لا أحتاج الإسلام يقول لي لا تفعليه، كرامتي لا تسمح لي أن أفعله، هذه يسميها الكرامة. ولذلك مرفوض داخل الأسرة أن يهين بعضنا البعض، أي أسلوب في إهانة مرفوض، كان عنفا أو ضربا أو سخرية أو أي شيء يفهم منه الإهانة مرفوض، ضرب الأولاد، ضرب البنات، ضرب الزوجة، ضرب الزوج، كل ما هو إهانة هذا مدمر للعلاقات والتواصل الأسري. الأمر الآخر الحرية المطلقة، نحن بيوت الاستقرار والاتزان يبنى على الحرية المقيدة، ولكل حرية ضوابط. الإنسان الذي يعيش في حرية بلا ضوابط هذا إنسان يعيش في حياة بدون أمان، فلا يعرف الأمن والسعادة إلا بالضوابط، إلا بالضوابط. فأنا أعيش في بلد المغرب، بلد فيه حرية لكن ليست مطلقة، فأنا أشعر بالأمان لأن الحرية ليست مطلقة. أقود سيارتي، أعرف أن هناك سرعة محددة، إشارة حمراء، هناك شرطة، هناك مخالفات، هناك تقييد للحريات، فأنا أشعر بالأمان. لكن لو كنت لا قدر الله في بيئة لا توجد فيها قيود فأفقد الشعور بالأمان. ولذلك كل ما جاء به الإسلام من محرمات فيشعرنا بالأمان، دائما يشعرنا بالأمان. أذكر أحد الأصدقاء إيطاليين كان صديقي وما زال صديقي لحد الآن، والله هداه الحمد لله من سنوات أسلم، لكن كان صديقي قبل الإسلام. فمرة استضافني في بيته، تغدينا انتهينا، ثم قال المصطفى أنت الآن أمامك خيار، تبقى هنا وإحنا ننتقل هناك، ولا ننتقل هناك وإحنا نبقى هنا، لا أكلي خليكم هنا وأنا أنتقل هناك. حاطين واحد الكنب أمام التلفزيون، هم بقوا طبعا عارف السبب، هم عندهم عادة بعد أن ينتهوا بالأكل يشربون كأس صغير من الخمر، لكن يعرفون أن لا أجلس على مائدة فيها خمر، يحترمون هذا الشيء. لما انتهى جاءني قال يا مصطفى أنت لا تدري ما الذي أنت تفتقده، الأشياء اللي أنت مضيعة في حياتك. قلت لي شوف لو دين الإسلامي قال لأن الحمر حلال ويعطيني عليه أجر والله ما أشربه، فأنا لا أشعر أنني محروم من الخمر أبدا، ما أشعر أنني محروم منه، أشعر أن الله حماني منه، فكل ما حرمه الإسلام علي هذا يشعرني بالأمان. وهذا مفهوم القيم في الإسلام، ما هي قيم إحنا ممنوعين منها؟ هذه لإحداث ولضمان الحرية والأمان في حياة الإنسان. هناك حرية لكن غير مطلقة للأبناء، الآباء اللي يعطوا الحرية المطلقة لأبنائهم هم لنهايتهم عبدة الشيطان. وأنا فوجئت أخواتي إخواني هذه الرحلة للمغرب، فوجئت بالكم الهائل لانتشار فرقة اسمها الإيمو في المغرب، ما بقيت مدرسة ما فيها، يتكلمون عنها ولباس خاص. وعادة الإيمو هي فرقة من عبدة الشيطان، لكن تتدرج 2-4 سنوات بعدين الإنسان يرتقي إلى عبادة الشيطان، في الأول غير تهيئوه لأن عندهم حتى عبادة الشيطان ليس كل واحد يستاهل في رأيهم. ومنتشرة الإيمو، هذه الفرقة لا تستقطب لها إلا الأولاد الذين يعيشون في بيئة فيها حرية مطلقة، البيئة اللي فيها القيود دائما الأولاد ينضبطون. شايفين كثرة العتاب، الزوجة أول ما يدخل زوجة فين كنت، فين الأكل، فين كذا إلى غير ذلك، هذه كثرة العتاب إحدى مدمرات التواصل الأسري والعلاقات الأسرية. نفسها الأولاد ما تفهم، عنيد غبي حيوان، وكملوا الألقاب اللي تقال الأولاد، هذه أيضا من مدمرات العلاقة بيننا وبين أولادنا، كثرة العتاب مدمرات العلاقة. في 3 مدمرات للعلاقة الأسرية، هذه أحد العلماء
مختص في نسميها مختبرات العلاقات الزوجية. هو أمريكي اسمه جون غوتمان. هذا الرجل مما يعجبني فيه وأنا عندي تحفظ كبير على الكتب المترجمة والدراسات المترجمة لعدم صلاحيته لبناء الإنسان الذي ينتمي لثقافات أخرى وقيم أخرى وضوابط أخرى، ولكن هذا الرجل يعمل دراسات فقط، وإحنا نأخذ من الدراسات الفائدة ونغير فيها الأرقام. فهو قام بدراسة وجد أن ثلاث علامات إذا كانت تطبع العلاقة بين الزوجين 97% من العلاقة تنتهي بالطلاق، هذه في أمريكا. فإحنا نقول هذه الثلاثة إذا كانت بين الزوجين يعني ممكن 3-4% يطلقوا أو يكون بينهم فتور وصراعات كذا. ما هي العلامات في التواصل الأسري اللي بينهم؟ العلامة الأولى وهي الهجوم على الشخص بدل انتقاد الفعل، هذا كلام جون غوتمان. لذلك أنا عندي تحفظ على كلمة انتقاد، ولكن للأمانة العلمية هو صاحب انتقاد الفعل. يقول لك إنسان يهاجم الشخص، مثلا الزوجة تأخرت في الأكل، الزوج ماذا يقول لها؟ أنت ما تفهمين، أنت لا تحترميني، أنت كذا، يبدأ يهاجمها كشخص. الزوج تأخر، عنده موعد معه تأخر، أنت دائما لا تفي بالوعود، أنت لا تحترم وعودك، أنت دائما لا يمكن له وثوق فيك. إذا كان أسلوب هو الهجوم على الشخص بدل أن أتحدث عن الفعل، تأخيرك سبب لي خوف، مثلا تأخيرك للغداء ولا لوجبة الغداء جعلني أعاني مثلا أو غير، أو مثلا أضيع مواعيد أخرى. في ذلك العلامة الأولى الهجوم على الشخص، ودائما خذها قاعدة. العلامة الثانية تلقائية، الأولى تجيب الثانية. دائما لو هاجمت شخص مهما كان حتى لو كان مخطئ ويشعر أنه مخطئ لن يعترف بالخطأ، وذاك خليه يصفق يا أختي، أنا هذه الكلام اللي تتعليل يزعجني، أما تصفيقه يفرحني. فأنا أسوأ شيء عندي أحد يقمع طفل، خلوه يضحك ويلعب ويصرخ ويبكي عادي، أطفال جميلين. أنا سعيد أن الطفل معانا محاضرين معانا، الله يحفظهم. أشوف الصوت الجميل تبارك الله. ما تسمعون عن تأخذه العزة لما تهاجم الشخص سيبدأ يتخذ مواقف دفاعية. العالم الثانية بدل ما يعتذر ويتأسف ويعترف يبدأ يدافع عن نفسه، إيه وأنا ما عنديش خدامة، يلا إذا بغيتي كل شيء يكون موجود في الوقت جيب لي خدامة، فيبدأ هذا المواقف الدفاعية. والعلامة الثالثة اللي هي اللامبالاة، إذا كان إنسان عنده لامبالاة، واحد مثلا يحترق، واحد في حالة غضب وحالة هيجان، والثاني يضحك ويسخر ويخلي البيت يخرج، هذه اللامبالاة. ثلاث علامات، هذه العلامات الثلاثة ليست تدمر العلاقة وتعد من التواصل الأسري الضعيف أو التواصل الأسري السيء، فضلا عن ذلك فإنها إحدى مسببات الانفصال في حياة الزوجين. اكتشف نمط تواصلك مع أبنائك، أنتم مع أبنائكم من؟ لما نتكلم عن التواصل الأسري، التواصل الأسري مع الأبناء يتم بثلاث أنماط. النمط الأول، أنتم إخواني أخواتي، أكتشفكم الآباء الحين، ممتاز. عند النمط الأول إطفائي، عارفين معنى الإطفائي؟ هو اللي عنده التربية هي إطفاء مشاكل الأولاد. لما يسألني واحد أول ما يسألني نعرف أنه إطفائي ولا مربي. معنى إطفائي، ولدي يصرخ كيف نخليه يسكت، ولدي يجري كيف نخليه يجلس، هذا الإطفائي. بمعنى علاقته بينه وبين أبنائه جالس، غير تشوف شيء سلوك سلبي يتدخل، فدوره يكاد ينحصر في إطفاء المشاكل عند الأبناء. هذا الإطفائي دوره ينحصر في إطفاء والتدخل في حالات المزعجة. وبطبع الحال هذا نمط سلبي في التواصل البشري. وعندنا شخص آخر نسميه المروض، عارفين المروض؟ اللي يريد كيف نخلي ابني يسمع كلامي، كيف نخلي ابني يطيعني، كيف نخلي ابني يفعل ما أريد. هذا المروض اللي هدفه هو الولد يسمع الكلام. وأنا دائما كم واحد أنا عنده أبناء ما تسمعوش الكلام، ما تسمعوش كلامكم، يسمع مرة ومرتين لا، الحمد لله الله يبشركم بالخير، فهذه بشرة خير. لأن عارفين لو الولد يسمع كلامك دائما حاضر بابا حاضر ماما، هذا حطه على مستفهم الله يستر. غدا واحد يقول لي خذ سيجار حاضر، خذ مخدر حاضر. وذاك الآن الابن اللي يقول لا لأم وأبوه، هذا سيقول لا لغيرهم أيضا، ولأن الله خلقهم أحرار، عندهم إرادتهم، عندهم حريتهم، فمن حقهم يقولوا كلمة لا. كلمة ترويض للأسف أيضا هذا مصطلح غربي،
لأن الغرب أمس كنت مع أحد إخوان أصدقائنا وعنده ابن فيقول لي الإنسان حيوان. لا يا أخي, إنسان ليس حيوان, إنسان مخلوق مكرم. هذه رؤيتنا نحن كمسلمين ورؤية إخواننا المسيحيين نفس الشيء. الإنسان مخلوق مكرم مختلف عن الحيوانات. إنسان شيء آخر. لا هو حيوان من ناحية العلمية يا أخي, من ناحية العلمية ولا من ناحية الدينية ولا من ناحية الفلسفية, هذه رؤية لا يمكن أن تتزعزع عندي أنا كمسلم. الإنسان مخلوق مكرم معزز, كرمنا بني آدم. الغرب عندهم إنسان حيوان عاقل ناطق, وذلك ماذا من إنسان حيوان فلا بأس بترويضه. وأنا اطلعت على ثلاث كتب غربية عنوانها الأول تعلم كيف تروضه, تعلم كيف تروض ابنك. كم واحد أنا شاف كتب من هذه الكتب؟ ها واحدة شافته, كيف تروض ابنك ومترجم باللغة العربية. نعم, هذا الكتاب الثالث, حاول أن تروضاني, حاول أن تروضاني. لماذا؟ فهو يعتبر إنسان حيوان روضه. إحنا لا نؤمن أن الإنسان إنسان مكرم معزز على الفطرة يخلق, ونحن نعزز هذه الفطرة لديه. ولك كثير من الآباء يروضون أبنائهم, لبت كل علاقة بيني وبين أبنائي عملية ترويض فهذه من مدمرات التواصل الأسري الإيجابي. أنا لا أروض أبنائي, وإنما هو خلق حرا أن يبقى حرا, أنميه بالقيم والتربية الإيجابية وليس بالترويض. والعلاقة الإيجابية اللي هي التربية الإيجابية, الإيجابي هو الذي أول شيء علاقته يجمع الآخرين, العلاقة الإيجابية. فهو يبحث عن كيف ينمي هذه العلاقة. كل ما يزعج الآباء والأمات هي أعراض لا ينبغي الالتفات لها, ولكن يهمه العلاقة الإيجابية. هذه العلاقة الإيجابية هي لها مدمرات, منها الانتقاد التشكيك وغير ذلك. في مدمرات, ثمانية مدمرات أخرى بعضها تكلمنا عنه. المدمر نقد تكلمنا عنه اللوم, تلوم ابنك لماذا ما سمعت كلامي, لماذا لماذا. فإذا كان ضروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقد ولم يلوم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه, خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات ما قال شيء فعلته لما فعلته, هذا النقد, ولا قال شيء لم أفعله لما لم تفعله, وهذا هو اللوم. لم ينتقد ولم يلوم في التربية النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا, ولم يرفع صوته صراخا ولم يضرب قط. هذه من خصائص علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بتربية الأبناء والمراهقين. ثالث شيء المقارنة, لا تقارن بين أحد والتاني. المقارنة تأتي بالمنافسة, تدمر العلاقات, تزرع الأحقاد بين الناس, السخرية. لا تسخر من الطفل ولا من المراهق ولا من زوجتك ولا من زوجك. ولاحظ أعيد النظر حتى في كلام اللي فيه دلع. عارفين الدلع؟ الدلع هو كلمات معروفة متداولة, ولكن انتبهوا أن المفاهيم تتغير من عقد لعقد, من عقود تتغير المفاهيم. فواحد من الأوقات كان لما تقول الزوج يا دب ولا دبدوبة ولا دب ولا دبة كان دلع, ولا ما أدري تذكرونها أنتم, لأنتم مراهقين, جيل أنا اللي يذكرها. فكان لما تقول إنسان دب ولا دبدوب كانت مثل دلع. لما كان زيادة الوزن زيادة خير, والله زاد وزني نعمة الله علي. الحين لا, أصبح الإنسان لازم يصبح رشيق وغير يزيد نص كيلو يبدأ يحاتي ويبدأ يفكر. فالحين تسخر من أحد تقول لي دب ولا دبدوبة ولا عنده مشكل مع نفسه فتصبح سخرية. فلا تدلعوا بعضكم البعض بدبدوب ودبدوبة ودانا كذا أبدا. هذه السخرية ممنوعة في علاقات الزوجية. التسلط اللي هو رأي يمشي, سواء بمفهوم القوامة الرجل, بعض الرجال يقول والله رأي يمشي, أنا رجل وأنا القوامة. القوامة ليس التسلط لا على الأبناء ولا على الزوجة وغير ذلك. التعميم, تعميم مدمرات التواصل الأسري. أن إنسان يخطئ خطأ والتاني عمم, معنى عمم؟ أنت دائما كذا, أو غبي, أو أنت امرأة سيئة, أو أنت زوج غير صالح. هذا هو التعميم. قد يرتكب الإنسان خطأ, قد يقصر, ولكن لا يعمم هذا الخطأ ولا هذا التقصير. ثم عدم الإنصات. إذا كانت بيوتنا ما فيها إنصات فيما بيننا, أي علاقة نتحدث عنها؟ والأساس الأول لبناء علاقة حوار بين الزوجين وبين الأبناء هي الإنصات. ثم هناك مصيبة كبرى اسمها الصراخ. هذه أكبر مصيبة مدمرة للعلاقات. وذاك الذي يصرخ لا يمكن يتحدث عن تواصل أسري بينه وبين الناس, بينك وبين البشر كلهم.
إن أنكر الأصوات لصوت الصراخ، تذكروها، الصراخ أنكر الأصوات، يذهب الفتنة ويذهب الوقار. حتى العرب في تاريخهم عندما يتكلموا عن وقار ومروءة الإنسان عدوا الصراخ من خوارم المروءة. فهموها إخواني أخواتي، خوارم المروءة. الإنسان الذي يصرخ يفقد مروءته ووقاره، وإذا فقد الإنسان وقار ومروءته ماذا يحدث له؟ لا يحترم. فالإنسان لا يحترم ولا يتقبل إلا من إنسان له مروءة وله وقار. وإذا كان من شروط المربي أن يحافظ على وقاره ومروءته، حتى الأشياء المباحة هو لا يفعلها لأنها قد تفقد مروءته. مثلا هل يجوز إنسان يأكل أكل في الشارع؟ يجوز، حرام؟ ليس حرام. وأخذ ماسك ساندويتش ويمشي في الطريق فيها شيء؟ ما في شيء. ولكن المربي لا يفعلها، المربي لا يفعلها لأن تفقده وقاره، مربي، خطيب جمعة إلى غير ذلك. هذا الصراخ داخل الأسرة، من يصرخ يفقد وقاره. اسمعي يا امرأة واسمعي يا رجل، الصراخ ست سمات للأب والأم أو المربي الإيجابي، ست سمات. السمة الأولى أن يكون علاقة مبنية على الاحترام للآخرين، والاحترام بالمفهوم اللي تحدث عنه. فأنا كأب إيجابي، كأم إيجابية، كزوج، كزوجة، لابد أن أحترم الآخر وأتقبله كما هو. حتى مع الأبناء، كم من أم، كم عدد الأمات والأباء اللي ما يحترمون أبنائهم؟ ولا تحترمون أبنائكم كلكم؟ ولا بديتوا تحفظوا الحين؟ لما جي تقول لابنك أنا أحبك وانت ابني وحبيبي، إذا مجرد ما تقول إذا أنت لا تحترمه ولا تحبه، وإنما أنت تحب شيء ثاني، تحب البيض الذهبي، تحب النتائج، تحب أنه يجيبك نتائج ممتازة، تحب صلاته أنه يصلي يحفظ القرآن، ولكن هو لذاته أنت لا تحبه. وإذا كأحترم ابني تقبله كما هو، هذا ابني أحترمه وأحبه كما هو. هذه السمة الأولى، لا يمكن للمربي الإيجابي أن يتواصل ويحب ويكون إيجابي ما لم يحترم أفراد الأسرة، بمعنى يتقبلهم كما هم. السمة الثانية هي الإعجاب. الإعجاب وهو له شقين، أن تعجب وتحاول أن تحصل على إعجاب الآخرين بك، وأن تعجب بالآخرين. فأنت تعبر عن إعجابك بزوجتك وأنت بزوجك وتعجب بأبنائك. أنا أسأل سؤال، هل الرجل في إيجابيات ولا ما في إيجابيات؟ أيا كان، إلا في إيجابيات. والله تأتيني بعض الأخوات، والله دكتور أعاني من زوج لا يمكن تخيل السلبيات اللي ممكن تقول عنه، يشرب خمر وكذا. لما أجي هي خلاص، هي استمرت معه ومستمرة معه ولا تريد الانفصال. فأسأل سؤال، هذا الرجل يشرب الخمر في إيجابيات؟ إيه والله في إيجابيات. ممكن تجدين 10 إيجابيات؟ والله أفكر، إيه والله أكثر من 10. رجل كريم، احنا عندنا إيجابيات. المربي الإيجابي هو الذي يبحث عن هذه الإيجابيات ويعبر عن إعجابه بها. النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الصفات التي أبهرتني لما تمعنت في شخصية وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتقن فن المدح والإعجاب بأصحابه، حتى يستعمل المجهر بالوحي، يبحث عن الأشياء، يعني ماشي تجسس، مفهوم آخر، يضبطهم إذا أحسنوا صنعا. تعال يا بلال ضبطتك، سمعت وطأ قدميك في الجنة، اعترف ماذا تفعل؟ والله يا رسول الله كلما توضأت صليت ركعتين. تعال يا فلان، الله رضي عن صنيعك أنت وزوجتك أمس بالليل لما جاكم الضيف. شفت الإعجاب كيف النبي يبحث صلى الله عليه وسلم عن الإعجاب. والأمر الآخر، أن تنال أنت إعجاب أفراد الأسرة بك، لازم يعجب بأفراد أسرتي. حين السؤال، متى يعجب بأفراد أسرتي؟ متى؟ ومتى أفقد هذا الإعجاب؟ متى؟ البعض يقول لك القدوة، عارفين مفهوم القدوة؟ في خلل عندنا في المفهوم التربوي كمسلمين. يقول لك القدوة أنك تفعل الشيء ثم تدعو له. والله هذا ليس شرطا، هذا من الورع. قد أدعو لشيء وأنا لا أفعله، لا يدخل في أحكامي. مثلا أدعو الناس أن ينفقوا في سبيل الله وأنا أصلا فقير ما عندي مال، كوني فقير ما أدعو إلى الإنفاق. ولكن مرحلة عالية جدا أن الإنسان يتورع فلا يدعو إلى شيء فعله، مثل الحسن البصري رحمه الله لما جاءه العبيد يسألونه ادعو خطب خطبة خلهم يحرونه، ما قعد يحر العبيد، ف
فتأخر عليهم إلى أن اشترى عبدا، جمع مال واشترى عبد وحرره، ثم خطب فحرر العبيد، فجاءوه يسألون: أيها الإمام، لماذا تأخرت كل هذا الوقت وبقينا هذه شهور ونحن نعاني تحت رزحة العبودية؟ قال: ما كان عندي عبد، واضطريت أنني أصبر حتى أجمع مال وأشتري عبد وكذا. هذه نقولها بافتخار، هذه نسميه الورع، ولكن كان بإمكاني أن يدعو إلى تحرير العبيد وهو ليس عنده عبد. لكن الإعجاب هو أن يعجب أبناؤك وزوجتك بمعاملتك لهم. وقد يكون الأب مصلي، صوام، قوام، ذاكر لله، دائما يذكر الله، جالس يذكر الله، وأبناؤه ما يحبوه ولا معجبين به، لأن علاقته مع الأبناء صراخ وشتم وتهديد وضرب. والله صلاتك وعبادتك لربك، أنا أريد أن أرى المعاملة الطيبة معي. ولذلك ينال الإعجاب بالمعاملة الطيبة، المعاملة الطيبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بماذا نال هذا الإعجاب؟ بالرحمة والرأفة والعلاقة الإيجابية اللي كانت بينه وبين أصحابه. لذلك لانت له القلوب واجتمعت حوله النفوس بسبب معاملة طيبة المبنية على الرأفة والرحمة بأصحابه. هذا الإعجاب. خوارم الإعجاب ما هو؟ الذي ينتقد ويصرخ ويهدد ويضرب، هذا إنسان لن يعجب به أبناؤه، لا يوجد أحد يعجب بأحد يصرخ. السمة الثالثة الحب غير المشروط. معنى الحب، أنا أحب أفراد أسرتي لأنهم أفراد أسرتي وكفى، ليس أحبهم إذا فعلوا، هذا أصبح حب مشروط. أحب ابني، أحب ابنتي، أحب زوجي، أحب زوجتي لأنهم من أفراد أسرتي، وليس أحبكم لو فعلتم، لا، هذا أصبح حب مشروط. أنت تحبني ولا تحب أفعالي؟ لازم تحبني لذاتي. الحب غير المشروط. رابعا التوقع. المربي الإيجابي دائما توقعاته إيجابية. ماذا تتوقع؟ مبني على التفاؤل. أتوقع أبنائي سيكونون صالحين بإذن الله، أتوقعك ستنجح بامتياز، أتوقعك زوجتي امرأة صالحة، أتوقعك أنت يا زوجتي أنت حسنة الدنيا والآخرة يا رب، وغيرها. هذا التوقع. ماشي الواحد يجي ولد غاتي وصلت لثلاث سنوات يبدأ يعاند، الله يستر هذا الولد طالع شيطان مثل جده ولا مثل عمه. هذا التوقعات السلبية. دائما خلي توقعاتك إيجابية، تفاءلوا بالخير دائما تجدوه بإذن الله. رابعا الصداقة، أو خامسا الصداقة. صداقة مهمة جدا، ولك سأتحدث عنها بتفصيل آخر. سادسا التوازن. التوازن في العلاقة الأسرية هو كالتالي. هذا حديث أبو الدرداء أو سلمان الفارسي الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فصار حديثا يعطينا قمة التوازن. إن لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزورك ضيوفك علاقات ما عليك حق. هذا التوازن معناها أنا سأكون سعيد داخل أسرتي إذا كنت سعيدا متزنا في الأربع أسس. لا يمكن أن أضحي بعلاقتي مع الله من أجل أولادي، وإلا أصبح الأولاد فتنة. والله عز وجل يحذرنا: يا الذين آمنوا لا تخونوا الله، ذكرني بسورة الأنفال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. متى يصبحون فتنة؟ إذا دمروا علاقتي بيني وبين ربي. وذلك ليس من أجل الأولاد أضيع صلاتي وديني وغيرها من الأمور وأخلاقي، ومن أجل أولادي أسرق، ومن أجل أولادي أفقد أمانتي، أبدا. ربك، نفسك، أولادك وأسرتك، هذا هو التوازن الذي يعطي التواصل المستقر المتوازن. المربي الإيجابي متزن. الصداقة سأتحدث عنها. هذه هي الصداقة، لأهميتها سأخصص لها هذه المعلومات. أول شيء، أعلى علاقة تربط بين شخصين في الحياة هي الصداقة. أعلى علاقة، أقوى علاقة هي الصداقة. لا توجد علاقة بين شخصين في هذه الدنيا أمتن ولا أقوى من الصداقة أبدا، ما في مثلها. مرة كنت مع الشيخ الله يرحمه سعيد الزياني، تعرفونه، المغربي اللي توفاه الله، فكان عنده برنامج على قناة الشارقة، واستدعاني شاركت معه في برنامج عن السعادة. فكان عنده طريقة لما يخلص مع الضيف يتكلم عن الحلقة المقبلة، فأنا حلقتي معه كانت عن السعادة، موعدنا الأسبوع المقبل مع ضيف كريم وموضوع هام جدا. الضيف هو الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، والموضوع هو: الأخوة في الله أم الصداقة؟ وانت خرجنا، خرج أنا وياه غادي نتغدى ويوصلني الفندق. قلت له: يا شيخ،
ان تجلس مع الدكتور عمر بن الكافي حددت المحاور اي نعم، وستتحدثون على الاخوه في الله والصداقه اي نعم، وفي الاخير تقولوا الناس الافضل هي الاخوه في الله ولا الصداقه؟ قال الدكتور بديهي الاخوه في الله. قلت لي غلطان، الصداقه افضل من الاخوه في الله. دكتور الاخوه في الله الصداقه افضل؟ اي نعم افضل يا دكتور اخوه في الله. قلت لي احنا فين غاديين؟ كان نتغداو. قلت لي اه شوفوا احنا ماشيين هذه حافله واقفين فيها اخواننا في الله، ليش ما توقف تاخذ واحد الربعه اخواننا في الله يتغداو معانا؟ هم اخواننا في الله. المحاكم ما بيملي أبل إخوان في الله، إخواننا في الله هم اللي مالي المحاكم. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم أعظم علاقة جمعته بالفئة التي آمنت به ورأوه اسمهم ماذا؟ الصحابة. ولما لماذا سموا الصحابة وإحنا يا الله إخوان في الله لا شفنا ولا شافنا؟ الصحابة ومكانتهم العظيمة أخذوا حتى هذا الاسم أصدقاء أصحابهم. وأعظم صحابي من؟ أبو بكر الصديق. بماذا نال الأعظمية والأفضلية من بين كل الأصحاب؟ لأن كان الصديق المقرب. وذاك الصداقة هي أعلى مرتبة في الأخوة في الله. إحنا الأخوة في الله ما دمت أنت أخي في الله نتشاطر في الدين وكذا فنحن إخوان في الله، ولكن لو أصبحت صديقي فهذه مرتبة أعلى أن تكون صديقي، فأنت أخي في الله زائد صديقي، الصداقة أعلى. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول حتى على الأبناء لا يقولك لاعبوهم أدبوهم ثم صاحبوهم. أعلى علاقة بين الزوج والزوجة هي الصداقة، هي الصداقة بين الزوجين. اثنين، كن أفضل صديق في حياة ابنك وزوجتك، أفضل صديق. الحين السؤال أسألكم سؤال، كم واحدة هنا زوجها صديقة؟ كم واحد زوجته صديقته؟ واحدة. ممتاز. نفس الشيء أسألكم سؤال، ما هي علامة الصداقة بينكما؟ ها؟ أنشطة مشتركة. تتحاوروا كل يوم، كل يوم بينكم حوار. ممتاز. آخر حوار بينكم شنو كان؟ عن حول الموضوع ماذا كان؟ آخر حوار بينكم كان على ماذا؟ شي حاجة دياله هو. وانتي اللي قالت تاني، منو اللي قالت صديقتها صديقة؟ انتي. اخر حوار بينكم وبين زوجك كان متى؟ اخر حوار قبل ما يسافر. انا الاشياء اللي مستقبلية. مستقبلكم انتم. ايه ماشي، هذه الصداقة. ماشي هذه الصداقة. الصداقة بينكم هو اذا كنتوا كتناقشوا دائما تنقول لهم لما تكلموا انتي مع زوجك عن انتخابات غواتيمالا وكلينتون غادي تنتخبوا في امريكا، هذا هو الصداقة. الصداقة هو أن تتحاوران في قضايا لا علاقة لها بكما، ولا تجمع بينكما، ولا مشاكل الأولاد، ولا تخطيط المستقبل، ليس هذه الصداقة. الحين السؤال، الرجال عندكم أصدقاء تلتقون معهم تحاورون في ماذا؟ في كل شيء، السياسة، في كرة القدم، في العقار، في كل شيء. وأنت عندك صديقات، ما هي المحاور؟ هذه هي نفس المحاور اللي المفروض تكون بين الزوج والزوجة. أما إذا كان الزوج والزوجة كل مشاكل، مشاكل الأولاد، مدرسة الأولاد، امتحانات، المستقبل، الدار ديالنا اللي عنده في المستقبل، فين غنسافروا؟ ليست صداقة. إذا بغيت نذكركم الصداقة، أول ما تزوجتوا في 3 شهور الأولى، شنو الموضع اللي كنتم تفتحون؟ هي نفسها. إحدى الأخوات مرة تقول لي والله يا دكتور كنا نناقش المعلقات 7 ساعات. هذه في بداية الزواج، والحين غير مشاكل الأولاد ومدارس الأولاد. إذا انتهت الصداقة. الصداقة أول شيء حوار، حوار أصدقاء. ولذلك من علامات تواصل الأسري أن تكون هناك حوار بين الزوج وزوجته يوميا في حدود 20 دقيقة، ماشي ساعة، 20 دقيقة، ولكن حوار أصدقاء، ليس حوار الأولاد ولا مشاكل العمل ولا هموم الأمة ولا هموم فلسطين. هذا حوار موجود، لكن الصداقة أن تتحاور في قضية عامة هي اللي تقوي العلاقة وتمتن الصداقة بينكما. هذه الصداقة. شيء ثاني، الصداقة أن يكون لكما ماشي هوايات، تكون عندكما أنشطة مشتركة، مرة في الأسبوع، مرة كل يوم، مرة كل أنشطة بين العبادة وبين الترويح وبين غيرها. مثلا كم منكم مثلا يطلعون سيارة زوج وزوجة غير جولة في سيارة، ما غادي نتا المكان، يلا نطلع أنا وياك الطريق فارغة يوم الأحد، نشد واحد الطريق سريع ونمشي واحد 40 دقيقة ونرجع.
فقط ما عندي أي شيء غير أنا وزوجتي، هذه صداقة. كم من كوبا منهم رومانسيات؟ الرومانسيات عندكم رومانسيات ولا ما عندكمش؟ ما عندكمش؟ أنا أعطيكم واحد جو رومانسي، نعطيكم جو رومانسي. شوفوا الرومانسية، أنتم نايمين الساعة الرابعة صباحا، واحد فيكم يقوم ويمشي تسلت برومانسية، رومانسية عرفتي تسلت رومانسية، يمشي على أصابع قدميه، كل ما يحط أصابع قدميه موسيقى تصويرية، تخيل موسيقى تصويرية، هو الرومانسية اللي في الأفلام غير موسيقى تصويرية، ما فيها حتى رومانسية، ويمشي تسلت ويمشي يدخل الحمام ويتوضأ ويجي تسلت برومانسية ويزيح اللحاف على زوجته، يلا قومي توضئي وصلي، لا خليني ننام، لا قومي خليني ننام، وبقايا الماء يرمي عليها، وكل ما تمشي بقايا ماء وتلمسها مع موسيقى تصويرية رومانسية إلى أن تستيقظ وتتوضأ، ثم تجي الرومانسية الأخرى بالناي، الناي عارفين الناي، هذه الموسيقى التصويرية اللي عملها الأفلام الدينية، وإذا بالرجل يصلي الله أكبر وزوجته لابسة ثوب صلاة من وراءه، والكاميرا تأخذه من اليمين واليسار مع الموسيقى التصويرية ويصلي ما شاء الله ومن يصلي. ما عمركم درتوا هذه الرومانسية؟ رومانسية جميلة، حلوة ولا مش حلوة؟ هذه الرومانسية، خلكم من هذه الأفلام التركية والمسلسلات التركية، خلوا ما عندهم لا رومانسية ولا عندهم غير السيناريو والموسيقى التصويرية. هو الرومانسية يجي يعطيها الأكل ولا تعطيه الأكل، ولما تقرب تهرب الأكل، ولا رومانسية لما طبقوها في الفعل صع زوجته، شفتوها ايه صعها، قدمت ليه الأكل هو مد ردت، قدمت ليه ردت أعطاها صفعة، هي رومانسية. هذه الصداقة، كل شيء يفعله الزوج. أعطيكم رومانسية ثانية، رومانسية ثانية، هما جالسين عن الأكل يقول له افتحي فيك، افتحي فمك، تفتح فمه ويحط الأكل ويحطه لها فمها، حتى اللقمة يضعها الزوج في زوجته، هي صدقة وعبادة رومانسية أيضا. هذه رومانسيات، لماذا لا نحيها؟ الشيء الثاني، تعمل الرومانسية الإسلامية، عارف الرومانسية الفرنسية يقولك الزوج يفتح السيارة لزوجته، هذه الفرنسية. أما الرومانسية الإسلامية ماشي يفتح لها السيارة، يفتح لها الباب وينزل لها ركبته وتحط رجلها على الركبة وتدخل السيارة، هذه الرومانسية، تنزل ينزل هكذا وتحط رجلها هنا، هي كان يعملها من الزوجين، ها؟ كان يسعى النبي صلى الله عليه وسلم، هي حتى السيارة رومانسية، ممتاز. الانسجام والتآلف، أن نحرص، خليهم لا تقول لهم سكتوا، صوتهم جميل، مسوي الموسيقى رومانسية، رومانسية تبارك الله. الانسجام والتآلف بمعنى نحرص على الانسجام والتآلف. عارفين كيف الانسجام والتفاؤل في الصداقة؟ أنت الزوجة كيف تنسجمين وتآلفين مع زوجك؟ لما يجلس جلسي مثله، يعني هو اجلس وحط رجل على رجل، حط رجل على رجل، اجلس وحط رجل ايده هكذا، حط ايدك هكذا، بدأ يصفق صفقي، هذا هو الانسجام والتآلف. خلكم منسجمين مثل عصفورين متماثلين. الصداقة بين الزوجين ومع الأبناء، سطروا ذكريات لما تتذكرونها بعد مرور 10-20-30 سنة تفتخرون بها. الحين السؤال، معلش فيه الثاني، السؤال إخواني أخواتي، ما هي الذكريات اللي ممكن ترجعون لها بعد 20 سنة وتفتخرون بها؟ يعني لما كنت تصرخ وتضربوا بصفعة ولا ماذا؟ لاحظوا ذكريات، ممكن شو إحدى البنات عمرها يمكن 15 سنة، طبعا هي لا هذا ما ماشيش لأنها تمشي، أنا حيدو إحدى البنات تربت في بيئة
هذه الهواتف النقالة وكذا ممنوعة قبل 14 سنة، والبنت لا تشعر بأي نقص. فالبنات اللي معاها تقولوا لها أنت علاش أبوك وأمك ما يشتروش لك تليفون، فهي تقول لهم وانتم أبوك وأمكم تلعب معاكم لعبة اللي احنا المغاربة نسميها تلعب معاكم لعبة كاش كاش، أنا أبي تلعب معي غميضة كل يوم تختفي وتندور عليه وتنقلب عليه، ولا هو أنا تنختفي وتقلب عليها. وبدأت تحكي لهم هذه ذكريات. البنت الحين كبرت ما شاء الله وتذكر لما كانت صغيرة وأختفي وكنت ذكريات نفتخر يتفتخر بها الأب والأم أولادهم، ولكن هذه ذكريات نفتخر بها، هل سيفتخر الأولاد والبنات بذكريات الصفح والضرب والعنف والتهديد؟ حتى بنت الأزواج سطروا، اقضي مع ابنك وقت للتمتع والإنجاز، تمتع وإنجاز. المتعة إياكم تفرطون في إخواني أخواتي. لم يكن عبثا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حق، لنفسك هو المتعة والتمتع والترويح. أحيانا نقول لهم ما هي الأشياء التي لو فعلت تستمتع، يقول لي أقرأ القرآن. يا أخي عندما تقرأ القرآن فأنت تطمئن في تطوير علاقتك مع الله، أنا أريد تستمتع أنت مع نفسك. ولك عندما فرط المسلمون في التمتع أصيبت نسبة عالية بهم منهم بالاكتئاب، اكتئاب فوق 35% مصابين بالاكتئاب. السبب الرئيسي هو عدم القدرة على التمتع. لازم تستمتعون في حياتكم يوميا أسبوعيا شهريا دوريا. عندي متع النزاه والخروج إلى الغابات والشواطئ وغير ذلك. حاور ابنك كصديق مثل قلت لكم، المحاورة كأصدقاء ماشي نصائح، ماشي والله تنحاور ابني سولته غير البارح بقيت معه ساعة وكان سوله على المدرسة، هذا ليس حوار. الحوار استجواب مثل ما قال أخي، الحوار هو تحاوره في قضايا عامة تكلموا في أي شيء وغير ذلك. نظرية الحب في العلاقات الزوجية، في التواصل المرأة احترمي زوجك والرجل حب زوجتك، هذا هو التواصل الأسري الأسس اللي تقوم عليها الحب اللي تكلمنا عنه. أنا شرحت الاحترام، أنت أيتها المرأة تقبلي زوجك كما هو، لا تقول لي أنا أحبك لو تغيرت، والله لو تغيرت تكون أفضل، أبدا تقبلي كما هو. والرجل لازم تحب زوجتك وتعطيها الأمان والطمأنينة، لأن هي الأساس الحب، الحب هو أمان. يعني لما تجي تمزح مع زوجتك امزح في كل شيء يا أخي، لكن لا تجي كل ما جيت تمزح والله أنا تنفكر نتزوج، ما عندك المزح إلا بالزواج. يعني دائما إياك دائما أعطيها الأمان وعبر عن الحب. إحدى الأخوات اليوم تسألني في تويتر تقول أنا زوجي لا يحبني، يعني تقول لا يعطي أي هدية، عمره ما أعطاني هدية. فأنا جاوبتها هو زوجك يحبك ولكنه يحبك بلغته هو، فأنت خبري قولي لي أنا أريدك تحبني بلغتي أنا، بمعنى قول لي أنا أريد منك تجيب لي هدية رمزية ولا في رمزيته ولا في قدرها. لأن الرجال تحبوا زوجاتهم، ولكن المشكلة أنهم يحبون الزوجات بلغة ليست لغة الزوجات. جاوني زوجين إلى الكويت إماراتيين عندهم مشاكل بينهم، فأنا أقول لكم جزء من المشكلة بينهم. هي تقول أنا عندي مشكلة هو لا يحبني، هو يقول يا أنا أحبها، كيف أنا ما أحبها؟ لو ما أحبها لما جبتها إلى الكويت وجاي معني بها، لا ما تحبنيش. فالزوج يقول أنا ما تنحبهاش، تعال يا دكتور نقول لك أنا صرفت على قصيدة 50,000 درهم. عارفين 50,000 درهم إماراتي ضربوها في جوج ونص، جوج دراهم ونص تقريبا، واحد 12 مليون ولا شوفوا شحال. قصيدة قلت لي قصيدة، قال شريتها. قلت لي كيف شريتها؟ قال مشيت عند شاعر قلت لي عمل لي قصيدة باسم زوجتي، هذا اسمها واسم أبوها وقبيلتها، وألف لي قصيدة. قالوا خدتها لواحد اسمه فايز لحنها، لحنها بالعود وسجلها، وديتها لواحد اسمه عيضة، أسماء أنا ما تنعرفهاش لكن جيت نقول لهم هذه معروفة عندهم أنا ما تنعرفهمش. واحد اسمه عيضة غناها في استوديو وسجلها وجابوها لي في قرص، 50,000 درهم صرفت عليها، جبتها ليها حطتها في السيارة سمعتها مرة ورماتها. يا دكتور أنا تنحبها. قلت لي لحظة، أنت أختي
ما هو الشيء الذي لو فعله زوجك كذا؟ ما هو الشيء اللي زوجك مقصر فيه؟ ما هو الشيء اللي أنت تريدين زوجك يعمله؟ قالت أريد أجلس معي. فقلت لي يا أخي زوجك ما محتاج لا القصيدة ولا فلوس ولا هدية ولا ذهب ولا ألماس، محتاج إذا تحب أجلس معها تقضي معها وقت. وذاك هو مسكين تحبها وتعتقد أن الحب هو تصرف عليها وتعطيها هدايا وهي تريد وقت. عموما أنا أعطيكم معلومة عن المغربيات، إذا أردتم تعرفون المغربية، الشيء اللي إذا أعطيته لها تشعر أنك تحبها هو الكلام الطيب وتمدحها وتشجعها، هذه المغربيات. هذه المغربيات ماشي الهدية ماشي شيء أشياء أخرى، حتى تقضي معها وقت تتساهل معها لكن تشجعها وتدعمها في طموحها وتقول لها كلام طيب، هذه المغربيات. في المشرق دول الخليج الوقت لا، إذا زوجها يحبها لازم يجلس معها وقت أكثر. في مناطق أخرى في العالم العربي ليس المغرب والجزائر وتونس هذه البلد الثلاثة، المرأة تريد تشجيع والمدح. في بعض الدول والله ولو تمدحها مليون مدحة وتجلس معها طول عمرك ما تتحباش إلا إذا اشتريت لها ذهب واشتريت لها شقة وحطيتها في اسمها، هذا هو تحب. أعطيني فلوس تحبني، ما أعطيتني ما كتحبنيش. وذاك المغربيات الحمد لله سهلات، لا يقول لها كلام طيب وتقبله منك، ما تكلفوش فلوس. نعمة من الله. هذا نسميه تعبير عن الحب. أكثر شكوى النساء من الرجال والرجال من النساء ما هي؟ النساء تقول لك الرجال لا ينصتون، أنا تنكلمه هو تيشوف الفوق وما تكتلفونه صح؟ وأكثر شكوى الرجال يقول لك النساء يحاولن تغييرنا. وإذاك أقول أخواتي لا تغيري زوجك، كل أنا تنقبلك كما أنت، وأنت يا أخي لما زوجتك تكلمك حط التليفون وخلي عينك في محيط وجهها. طبعا الرجال يعتقدون أنك إذا بغيتي تتكلم مع زوجك تشوف عينك في عينها، هذه لا يستطيع الرجل يعملها. هذه من الأخطاء الشائعة اللي يقول لك في التواصل البشري حط عينك في عين الآخر، هذه صالحة فقط للنساء. أما الرجال لا يستطيعون وضع العين في العين، الرجل يشوف هذا المحيط فقط. وذاك الرجل إذا شي واحد حط عينه في عينه يدوخ، الرجال لقد حاله مساكن تحط عينك في عينه يدوخ. وذاك أنت أيضا لما تشوفي زوجك لا تحط عينك في عينه، شوفي الوجه هكذا، إذا حطيتي عينك في عينه هيهرب. لكن شوفي هنا، وأنت أيضا حط عينك في هذا المحيط، ما تنقوش حط عينك في عين زوجتك. وذاك الرجال يعتقدون أن العين في العين، وذاك تيهربوا، ماشي تيهربوا لأنهم لا ينصتون، لكن يهربوا لأنهم لا يستطيعون وضع العين في العين. هذه طبيعة الرجل بين قوسين، لا يستطيع إلا في حالتين، ممكن الرجل يحط عينه في عين أحد وخصوصا في عين زوجته، يحط عينه في عينه يقول لها اعترفي أنت المخطئة أو يتحداها، هذه الحالة لا قدر الله فقط. أما زوج طبيعي وصديق لا ما يستطعش. وذاك إذا شفتي زوجك تطالع الفوق وتحك عادي، هو فقط تهرب عينه لأنه لا يستطيع غيدوخ، فتقبلوهم. أربع دعائم هذه الرجال، أنا تكلمت عن النساء وطلبت من النساء يحترمون أزواجهم، الحين تكلم عن الرجال. أنتم الرجال مطالبين بأربع صفات، تكونوا كرماء كحاتم الطائي، وشجعان كعنترة، وصبورين كنوح. لا نوح 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 أعظم من الموضة الصبر ونوح. ودائما كنوا مرنين، خوافين ومرنين شوية مع زوجاتكم. أربع صفات هنجي لها واحدة واحدة. كن كريم، الزوج في التواصل الأسري لازم تكون كريم. أعظم الكرم، سمعوا الرجال وحتى النساء ينطبق عليهم، أعظم الكرم في العلاقات الزوجية والتواصل بين الزوجين هو كرم الكرامة. وهذا ما كيتكلموش عليه في الكرم، يتكلموا غير على كرم الفلوس والمشاعر وكذا. أعظم الكرم كرم الكرامة، وهذا كرم الكرامة إذا كان فيه بخل قد تدمر الأسرة، تدمر الأسرة. يختلفون كرامتي ما تسمح لي، هي تعتذر أنا ما أخطأت، هو يعتذر كرامتي ما تسمح لي، وضاعت الأسر كذا، ضاعت الأسرة أمام صنم اسمه الكرامة. لا توجد كرامة بين زوجين، كرامتك حافظي عليها أمام كل البشر ليس زوجك. لا تقولي كرامتي ما تسمح لي، أنت أيضا ما في كرامة بينكم بين زوجتك، اختلفتم قلنا في التفاهم، لا تبحث على من المخطئ،
لا هو اللي أخطأ هو اللي بادر. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا أن الذي يبادر هو الأفضل، وما تستطيع تبادر إلا إذا كنت كريما بكرامتك. معنى الكرامة، لا تقول كرامتي رجولتي ما تسمح لي. عارفين في بعض الدول، وأنا اكتشفت حتى في المغرب خصوصا في المناطق الجنوبية عندنا في المغرب، إذا غضبت المرأة ومشات البيت أبوها لا يمكن ترجع إلا إذا جاء الزوج واعتذر وجاب لها شيء اسمه رضوى، رضوى يجيب لها هدية. فقيل لي كنت في دورة في أكادير، فقالوا لي ولا في الدار البيضاء اللي قالوها لي، المهم في دورتين الدار البيضاء، قالوا كان عندهم الرضوى هي خنشة ديال السكر القديمة، فالأسرة ما بقاش دابا تغيرت ولا شي حاجة غلا، قالك الأسرة تتصل بها الأب ولا الأم، بنتي السكر كبل يلا غضبي وجي. الرضوى لا تيجي راضي. لا، الكرامة ما كيش كرامة، اللي غضب يبادر. ما في كرامة بينك وبين زوجتك. مرة احدى الأخوات واقفة على الطلاق، واقفة على الطلاق، أنا أريد الطلاق. المهم في الإرشاد كذا، غير هي ما جات هي وزوجها، لماذا أريد نوريه هو الخسران؟ يا أختي الطلاق ما فيش هو الخسران، أنت هتخسري وأنت اش هتربحي. المهم علمت عنا طرق نفتح عينها تفهم الخسارة كلها اللي تخسرها، هي ما تعرفش الخسارة. فاحنا عندنا طرق، أربع طرق نعلمها تشوف الخسارة اللي عندها. فلما فتحت عيون على الخسارات الأربع، الخسارات عندها، المرأة سكتت شوية، بدأت تدعي الله يوفقك يا دكتور أنا أريد أرجع لزوجي. ارجعي، لكن دكتور لازم هو يراضيني، كرامتي. يا أختي ما في كرامة، هذا زوجك. وبقيت ما حتى نقنع، يا أختي ما لا توجد كرامة، أفضلكم الذي يبادر. دكتور صعب وماذا أفعل؟ كتب لي رسالة. شنو كتب لي؟ كتب لي حبيبي زوجتك أولادك وأم أولادك والهانين مشتاقين لك، احنا راجعين لبيتنا اليوم. كتب لي هذا الكلام. دكتور صعب نكتبها ليه، ما زالت الكرامة عنده. تعطيني تاني نكتبها لك. مسكينة خذت التليفون مسكاته، هذا مترددة تمد أنا مديت يدي مدت لي، أعطتني التليفون كتبت لها حبيبي، كتبت لها بلهجتهم، عيالك وأم عيالك والهانين مشتاقين لك، احنا راجعين لبيتنا اليوم. كتبتها لولا أختي أنا ما أعرف اسم زوجك، دخليه. خاد تبدأت كذا، حطت الاسم الزوج. دكتور صعب يعني حطيت الاسم؟ هي صعب، لا أضغط على أرسل، صعبة أعطيني أنا أضغط. مدت مدت لي، هذه المرأة جاية تطلب الطلاق هو الخسران. أنا لما جيت نشوف تنبحت على فين نضغط على أرسل، شفت اسم زوجها. شنو اسمه؟ اسمه حبيبي. هي حاطة اسم حبيبي، يعني الرجل ما زالت تحبه مسكينة، والشيطان دخم لها الكرامة ووسوس لها في كرامة وخلى تهدم بيتها باسم كرامة، وما زال حبيبة، ما قالت لا عدوي، ما قالت كذا وكذا، حاطة حبيبي. أما بعض الأخوات اللي تكون عندها مشكل مع زوجها تعطي اسم، في الخليج يسموه الإسباني، إذا سمعتي إسباني تعني زوجها، طرح المفهوم سلبي قدحي. وقبل إذا كان زوجها ما تتحبوش تحط لي بو يعني ماشي بو عيالي، بو ولدي، بو سروال وفانيلا. السروال هذا الأبيض وهذه اللي هنا، لأن هذه تعيب على بعضياتهم بها. فهذه المرأة كاتبة حبيبي، ضغطت عليه قلت لها خلاص أختي يلا مشي. مشات حضرت معي في برنامج كان اسمه قوانين السعادة الزوجية، يوم واحد هي حاضرة معنا لا أعرفها منقبة، جيت حكيت قصتها. جات صلاة المغرب جاتني، دكتور قلت ليهم عليا على قصتي. قلت لها قصتك؟ لحظة، أنا حكيت ثلاثة القصص أنا اللي أذكر في هذه الفترة، كانت غير ساعة شوية ومشينا المغرب وكملنا. شنو شكون أنت من ثلاثة؟ من أنت؟ قالت أنا اللي كتبتي لي الرسالة. قلت لها هي أذكرك أنت؟ ما عمري ما كتبت رسالة في حياتي إلا لك. زعلانة أنا ما قلت لهم اسمك. لا دكتور قل لهم أم طلال، ما عندي مانع، زيد أم طلال. فتقول لي أخت، هذه الأخت، والله يا دكتور أدعو لك ليلة نهار، ما تفوتني صلاة إلا أدعو لك، إما في السجود، وإذا ما ذكرتك السجود أذكرك بعد السجود بعد الصلاة. قلت لها كملي دائما، الله يطول في عمرك، قولوا آمين. كل ما طال عمرها زاد دعاءها لي. الحمد لله.
فالمسك قلت لها اش صار؟ قالت لي رجعت للبيت لقيت خويا جا في الصاله. اول ما دخلت ايه مشيتي عند الدكتور؟ ايه اش قال لك؟ قال لي خصك ترجعي لزوجك. ايه قال لي خوش دكتور، يعني دكتور ممتاز هذا، يلا انا جاهز جمع اغراضكم نوصلك. اخو هذا الله خيرا. المهم وصلت لبيتها، اول ما دخلت البيت فيه شغاله، قالت لي بابا اتصل ثلاثه المرات يسال عنك، اول مره يتصل، اول ما جات التلفزيون يتصل في البيت، اول ما دخلوا هي والولاد واذا به يتصل. رد عليه الولد الاكبر شويه جا ما نعرف جا، قال جاب لي ابوكي ورد كبير وجاب لي كيكه ولا كاكا وما ادري واحده فيهم، وجاب لي هديه. طلع اعطيته تعليمات غترجعي لزوجك كذا، فعلي كذا، لا تفعلين كذا، تعليمات على اساس حافظ على الاسره. قالت والله يا دكتور معاملته الان افضل مليون مره من معاملته قبل هذه المره. قلت له تعرفين السبب؟ انت طلعتي كريمه، ما قلتي كرامتي ولا جراضيني ابدا، هو اراد يبين لك انه هو لن يكون اقل منك كرما، فاذا انت تكرمتي حتى هو يتكرم، ولك دائم الكريم يخلي الناس كرماء معه، هذا هو اعظم الكرم. لا تقول كرامتي رجولتي. الكرم الثاني هو كرم العطاء، الوقت، المشاعر، المال، السمات الطيبة، الكلمات التشجيعية، المدح، هذه كل أنواع من الكرم. فلازم تكون كريم أخي الكريم، لازم تكون كريم مع زوجتك، هذا واحد. اثنين، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة الحب كالعقدة لا تنفك. لما سألته أنت تحبني يا رسول الله يعني ما تغير حبك لي؟ أبدا، الحب عمره ما يتغير كالعقدة لا تنفك، هذا الكرم النبي صلى الله عليه وسلم. رقم اثنين، كن صبور كصبر نوح. وهذا اللي يريدكم أخواني أخواتي، نحاول هذا الأنموذج الذي ضاع في مفهوم الصبر، أعظم أنموذج للصبر في تاريخ البشرية هو نوح عليه السلام وليس أيوب. أيوب في صبر التحمل هو الأعظم، وليس لكن ليس أنموذج. عارفين ما الفرق بين الأنموذج وبين الصبر؟ هو كان صبور يتحمل ولكن ليس أنموذج للصبر. الأنموذج هو القدوة التي ينبغي أن نتأسى بها في حياتنا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما أمر أن يصبر، أمر من الله عز وجل أن يصبر مثل نوح وليس مثل أيوب. واصبر كما صبر أولو العزم هو نوح وإبراهيم ثم موسى وعيسى، لكن أعظمهم نوح 950 سنة وهو يدعو قومه متفائل يضحك، مستبشر يدعوهم يضحكون عليه يستهزئون ويرجع، غدا راجع لهم ولا مل ولا يائس. هذا هو الصبر، وهو أن تكون تتكيف وتتفائل بنفسية إيجابية. أما التحمل هذا موضوع ثاني، لكن أيضا نصبر على الأزمات، على المرض، على الخسارة فيما بيننا، نصبر على بعضنا البعض. لما نقول الزوجة تقبلي زوجك كما هو، شنو معناها؟ فأنت تصبرين، لكن هل هو صبر أيوب؟ اتحملي؟ لا يا أختي، لو صبرتي صبر أيوب لا اكتئبتي، ولكن صبري صبر نوح، تكيفي وتفائلي وتقبلي زوجك كما هو. رقم ثلاثة، شجاع كعنترة. اسمعوا يا الرجال، زوجتك إياك ثم إياك أن تسمح لأحد على وجه الأرض أن يهينها أيا كان الآخر، لا تسمح لأحد يهينها. وأنا عارف والأخوات يمكن عارفين من أقصد، أقصد الأمهات والأخوات. إياك أن تسمح لأمك أو أخواتك يهينون زوجتك، وفي نفس الوقت ما تقولش ما تسمحش لأمك يعني تدخل في صراع مع أمك، ولكن أن تجد معادلة تشعر بها زوجتك أنك تدافع عنها. فإذا كنت في ضيافة أسرتك مثلا أهلك أبوك وأمك، وسمعت أمك تكلم بسوء عن زوجتك، أمامك خيارين لا ثالث لهما. الخيار الأول أن تعبر عن استيائك وأنك لا تقبل وأنك تحزن وتأسف إذا أحد أساء لزوجتك دون ما تهاجم أمك. والله يا أمي أنا أستاء وأنا أحزن وأنا يعني كذا، لا أتحمل أحد يهين زوجتي، بدون ما تسيء العلاقة مع أمك. الخيار الثاني، أول ما تسمع أحد يهين زوجتك وانت ما قادرش تتكلم، تأبط ما عليك وانسحب، والله أمي أعتذر ورائي شغل وخذ زوجتك وخرج، لا تسمح لأحد. الرجال واتحمل هذه أمي،
المرأة تقول لها تحمل، هي تحملت، ولكنها ستفقد شعور خطير جدا، وأنا ما كنت أتمنى نقوله ولكن أسميه باسمه لأنه هي تفقد تفقده. لكن أعطيكم اسمه للرجل يعرفها ولا المرأة تعرف، هي داخلها شعور لك لا تعرف تسميته، أنا سأسميه لكم. سوف تفقد المرأة شعورها برجولة زوجها، فهمتم؟ أنتم لو عشتوا هذه التجربة هل عرفتم هذا الشعور؟ أنتم قد تحس فيه لكن لا تعرف تسميته. والمرأة دائما هذا الرجل من بين سمات رجولتي وقوامتي أنه يدافع عني. لك لا تسمح لأحد يهين زوجتك. أنا شفت بعض الرجال يجي طفل ابنهم صغير 3 سنوات ويصفع الزوجة، يصفع الأم، هي ما شاء الله صفعها. يا أخي زوجتك لازم تقوم وتقول لابنك هذا السلوك يزعجني وأنا ما أقبل أحد يهين زوجتي، حتى لو كان ابنك، ولو كان ابنك، هذا نسميه دافع عن زوجتك، مفهوم؟ رقم 3 أو 4 الخوف والمرونة. دائما الرجال اسمعوها نصيحة مني، وانا عارف ما غاديش تقبلوها مني لا انتم ولا انتم، بجوزكم ما تقبلوهاش، ولكن اسمعوها من واحد مختص يفهم عقلية الرجل وعقلية المرأة، ويعرف من بين الأخطاء اللي ترتكب في العلاقة الزوجية أن المرأة تفهم الرجل بعقلية امرأة، والرجل يتعامل مع المرأة كأنها رجل. دائما أيها الرجال أي شيء تقول لك زوجتك قول حاضر، عمرك ما تقول لي هلا، دائما حاضر. لا ماشي شاوروهم وما تديرش بعيد، لا 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 أختي مشيتي بعيد أنت، أي شيء تقول لك قول حاضر وافعل ما تريد لا بأس. لا ماشي هذيك، ماشي هذيك أختي، شاوروهم وخالفهم هذا موضوع ثاني وغير مقبول عندنا، غير مقبول لا في ديننا ولا في تراثنا ولا في إسلامنا أبدا. وإنما قول حاضر وفعل ما تريد موضوع ثاني. أعطيك مثال، دائما أعطي هذا المثال، الزوج متأخر بالليل مع الأصدقاء واتصلت أنت زوجته تريدينه يرجع تطمئن عليه هو مع أصدقائه، يلا أختي أنت أشنو باغا دابا من زوجك؟ أنت اتصلت عليه أش باغا؟ كيف تريدين يرد عليك؟ هو في الليل، هو في الليل سهران مع أصدقائه، هو حق الزوج والأولاد. الحين هذا الرجل هو سهران سهران، لأنه رأي شخص في الدار، السنة مخالفة وش تطلقينه؟ لا تقبلي كما هو، ماذا تريدين منه؟ يرجع البيت، ممتاز. راح يرجع؟ قالك ما رجعش. عجبك الوضع؟ ما رجعش. عجبك؟ قالك لا ما رجعش على راحتي. عجبك الوضع؟ ما عجبكش. فتقول لي مخالف السنة، 6 ساعات ومع الأصدقاء وأنا غير 20 دقيقة ما تجلسش معايا، هتبدأ تقارني وتدخلي في أزمة. أقول لك الرجال كيف يتعاملون معاك لما تتصل عليهم؟ أقول لك الرجال إما يشوف تليفونك ويغلق هو يرده ما يجاوبكش، يعجبك هذا الشيء ما يعجبكش، وإما يحطه على الصامت ويخليك ترني وما يردش عليك ما يعجبكش، وإما يرد عليك برسمية عنيفة، إيه ما أش باغا عندك شي حاجة عاجلة ما كينو، يلا يلا أنا مشغول ما تنسمعش ويسد عليك. هذا هو الرجل، ما شي حاجة أخرى ما كيناش، لأنه هو جالس مع أصدقائه غير جي شوفوا شو وزارة الداخلية متعصر الحين، شوفوا الحين وتوعي به رجولته. فالحين أنا ماذا أقول؟ يرد عليك ويقول لك حبيبتي إن شاء الله أنا مع أصدقائي، يعني أعطني شوية ديال الوقت وأنا جاي، ويخلي عامة ويجلس ساعتين. هذه اللي تنقول أنا، المرأة تجي تقول لك لا ما يقصي يقول لي غنجلس ساعتين، إذا قال كان جلس ساعتين غادي تحس ب6 ساعات زي ساعتين 8 سوايع، وتبدأي تقولي قلت لهم في دولة عربية في المغرب العربي واحدة جت قالت لي هذا عدو الله على زوجها، فبعدين عرفت أن هذا من لغو الحديث عندهم، لغو الحديث غادي تتكلم تقول عدو الله، يا أختي هذا زوج تقول عدو الله، إذا احنا تنقول عدو الله، عدو الله 8 سوايع مع أصدقاء وأنا ساعة مجلس معي، غادخل في مقارنة. وبالتالي نقول للرجل رد على زوجتك، قول له حاضر أنا جاي إن شاء الله غير واحد شوية ديال الوقت وأنجي، وجلس ساعتين لا بأس،
هو الزوجة. نعطيكم معلومة عن الزوجة، عن المرأة الحين لما ترد عليها بأدب وتحترم اتصالها لك وتكلمها بأدب وتطمئنها عليك وتقول لها كلام طيب، حبيبتي وأنا آسف إذا تأخرت وكذا، هي ارتاحت واطمأنت، غير تغلق التليفون تدخل تندمج في مشروع تاني في حياتها، إما تفتح التلفزيون، تفتح كتاب، تهتم بالبيت، تعمل شيء تاني. ماشي المرأة دقيقة مثل الرجل تشوف الساعة وتحسب شوية، المرأة غير تطمئنها ترتاح، وانت تجي بعد ساعتين هي والله تأخرت الحمد لله على سلامتك، هذه المرأة. وذاك الرجال يقول لك لا نقول لها ساعتين، يا أخي تقول لها ساعتين تبدأ تقارن بينك وبين بين أصدقائك وبينهم، معقول جلست 8 ساعات مع الأصدقاء وهي ما جلست مع هذا الوقت؟ نعم نعم، هي المرأة ليست مرأة حاضرة، هذه عقلية المرأة الحاضرة وغير الحاضرة، دقيقة أكثر من الرجل. لا 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 لا، هذه عندي تفسير لها أختي، اسمعوا اسمعوا اسمعنا أخواتي اسمعنا، خلينا نتكلم. تعرفون أنتم اللي حاضرين هنا، أنتم ما كتسمعونيش الآن فقط بالعواطف والمشاعر، أنتم تسمعنني بالوعي وبالمنطق، ولكن حياتكم الزوجية ما فيهاش المنطق، أنتم هناك تتكلموا بالمنطق، أنت محاضرة أنت كذا، في حياتك الزوجية في حياتك التلقائية ماشي منطق، أنت الآن تقولي لا خصو يقول لي ساعتين كذا، لكن في حياتك الزوجية غير رد عليك بأدب تطمئنين، ما كتشوفي الساعة أصلا أنت ناسيها فين حطيتيها، وأنت عندك 70 شغلة شاغلة فاتحة في ذاك الوقت، ماشي بالمنطق المرأة تتعامل، الرجل هو اللي بالمنطق. إذا قالت لي زوجته شوية يقول لها شحال شحال شوية 20 دقيقة يحس قبل ما تنتهي 20 دقيقة وقف أمام الباب فينها، هذا الرجل. المرأة غير، المرأة مختلفة، ولذلك دائما أيها الرجل عمرك ما تدخل في صدام مع زوجتك، أنت تريد تفعل شيء لا تجي تفعله تبين أنك تفعله غصبا عليها، أنت ستفعله تفعله ولكن افعله بأدب ماشي بالتحدي. فهمتم أخواتي ماذا أريد أن أقول للرجال؟ هو سيفعل ما يريد، ماشي انتظر أن نغيره، سيفعل سيفعل، ولكن افعله ليس بتحدي زوجتك، ولكن كن مؤدبا وافعله بأدب، ماشي تدخل في صراع وفي تحدي مع زوجتك. خل مشي أختي، شوفوا حتى مرة يقول لك حاطين بابين، اللي ما يخاف من زوجته الفوق واللي يخاف لتحت، الرجال يلا اللي يخافوا لتحت واللي ما يخافوا يطلعوا لفوق، واحد لا يخاف والباقي كلهم لتحت، كلهم لتحت غير واحد اللي ما تيخافش فقط. فسألوه انت ما كتخافش؟ قال لهم هي قالت لي وقف لفوق. كلهم تخاف، حتى الأسد فاهم هذه المعلومة، حتى الأسد فاهمها، حتى الأسد فاهمها، حتى الأسد فاهمها، هي كتوكله هو فاهم، وعلى الرجل كنت توكله ثاني المرة كتوكل الرجل وكذا. ممتاز. أنواع القبل، لازم يكون بيننا أنواع القبل في علاقات الزوجية، أنواع القبل. شوفوا هذه أربع أنواع، كل قبلة عندها مكان للتواصل البشري. قبلة الرضا على الرأس، أنت تقبل زوجك على رأسه وأنت تقبل زوجك على الرأس كل يوم، قبلة الرأس، قبلة الرضا، قبلة الشوق اليدين، قبلة الاعتذار على الجبين. يعني أنت جلستي ساعتين لما تجي قبل على جبينها وانتهى الموضوع، حلينا المشكلة. وقبلة الاعتراف بالفضل على الخدين، أربع قبل مطلوبة تكون ما بين الزوجين يوميا، ماشي غير هذا الربع، هذا الربع خلوا كل واحد يمكن تكونوا خمسة في اليوم، لكن أربع أماكن في اليوم لازم تكون. اسمعوا أخواتي إخواني، هذه القبل في العلاقة الزوجية تقوي القيم التي تضمن الاستقرار الزواجي. أريدكم أن تفهموا هذه المعادلة أخواتي إخواني، فهموا المعادلة، إذا فهمتوها غتفهموا أشياء كثيرة جدا في العلاقات الزوجية، وغادي تصحوا حل مفهومة دي الأخطاء اللي منتشرة في العلاقات الزوجية. بالنسبة لنا كمسلمين
العلاقة الزوجية السعيدة تقوم على 3% غرائز، 97% قيم. اسمعوها، 97% قيم وثلاثة غرائز في المئة. يعني إنسان لما يتزوج عنده 3% من أهداف الزواج، 3% غرائز، هو المتعة، التمتع، الشهوة ولا غير ذلك، 3% ماشي 90%. و97% هي القيم التي تجمع بين الزوجين، التعاون على العبادة، على الطاعة، على التربية، ابتغاء الولد الصالح، ما شاء الله، تكاثر في هذه الأمة، التعاون على الأحكام الشرعية التي لا تحكى، لا تبنى إلا بالزواج وغيرها. فالذي يربطنا علاقة حب، مودة، سكن، تعاون، استقرار، إلى غير ذلك. 97% 3% غرائز. عارفين أغلب الناس اللي عندهم مشاكل في العلاقة الزوجية تصل إلى الانفصال والخلافات، ما هو السبب؟ ضيعوا 97% وركزوا على 3% وجعلوها هي حياتهم، وهذه عمرها ما تسعد إنسان على وجه الأرض، حتى الحيوانات ما تشبع هذه 3%. ويؤسفون أن بعض الدكاترة حتى في المغرب وغير المغرب تتكلموا عن العلاقة الزوج كأنها غرائز. وسمعت دكتور مشهور يقول إذا كان هناك مشكلة في العلاقة الحميمية المشاكل تعم العلاقة الزوجية وتدمر. يا أخي 3% هذه غرائز، أما الأصل هو القيم. هذه الأشياء، تشوف زوجك الصلاح وتشوف زوجك الصلاح، وتقضوا مع بعضكم وتسافروا مع بعضكم وتعبدوا الله مع بعضكم وتصومون مع البعض، تكفلون يتيم مع بعض، هذه 97% من العلاقات الزوجية فيها من المتع هي الحب. هذه قبلات الحب ماشي قبلات الغريزة. أما قبلات الغريزة قيل لي في إحدى الدورات في آخر مرة في المغرب، وأسأل دائما دكتور في قبلات أخرى، والله شوف هذه القبلات الأخرى أنا لا تحتل حيزا في اهتماماتي، لأنني أعتقد ليست هي أساس الاستقرار في العلاقات الزوجية. وقرأت دراسة في جامعة إيطالية، جامعة في إيطاليا للعلوم الإنسانية، دراسة على هذه القبلات لقبلات الشهوة، وجدوا 90% هذه القبلة هي سبب التعاسة الزوجية بينهم. سبب التعاسة الزوجية هي القبلات التي تتكلموا عليها برا، قبلات الشهوات وغيرها. والله الأسباب، أول شيء التدخين يدمر هذه النوع من القبلات، الحين انتشار رواح الكريهة في الفم، وكملوا انتم من عندكم، وغيرها من الأمور. لكن هذه قبلات لها معاني جميلة، هذه جماليات العلاقات الزوجية. شيء ثاني، هذه القبلات ممنوع التخفي فيها والتستر، هذه قبلات ينبغي أن تكون أمام الناس، وأول شيء أمام أبنائكم. ماشي سد عليك الباب عاد تقبل هذه الأشياء، لا، هذه قبلوهم أمام بعضكم البعض، خلي الناس يشوفوك تقبل. والله ما زلت أذكر أحد الرجال جاوني في إصلاح ذات البين، المهم لما جمع التفاهم بينهم وجايبين جايين على الطلاق، وقف الزوج وطويل تبارك الله ما زلت أذكره طويل، ونزل وقبل جابين زوجته وقال له آسف حقك علي، آسف حقك علي، أنا اللي أخطأت. فهذا هو قال له آسف، جايين يطلبون الطلاق. لما المهم إصلاح ذات البين والتفاهم بينهم وكذا، قبل جابين قال له آسف حقك علي، هي مسكت يد وجرت اليد وبدأت تقبل في اليد، وصار فيلم هندي أمامي، هي تقبل هو يقبل. طيب الحال رجعوا لبعضهم البعض، فبدأ هذا الرجوع بالقبلة أمامي، والعكس كنت سعيد أنهم يقبلوا بعضهم أمامي، هو يقبل هنا ويتقبل هنا عادي. نعم، لكن في المجتمع ديالنا ما تتقبل شيء، ما تقول قلت لحية أو مشكلتهم مشكلتهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن هذه القبلات عادية، قبلات تتم يشوفها الناس. أنا ما قلت لكم طلعوا لسوق الحد وديروا هذه الأشياء، ما شاء الله، هذه في أسرتكم في وسط الأولاد ممتاز. أعطوني مشهد، مشهد الزوج جاء يزور أهل الزوجة وهي عند أهلها، جاء يزورهم ويأخذها، ولما دخل سلم على عمته اللي هي أم الزوجة وأبو الزوجة بطريقته الخاصة اللي ما أدري عنها، وجاء زوجته وقبل رأسها ولا يديها ولا جبينها أمام أبوها وأمها، إيش غايقولوا؟ إيش غايقولوا؟ اللهم لك الحمد، أعطيتنا زوج مثل هذا الرجل الصالح، هي في أيدي أمينة، فيها شيء؟ هذه قبولات مطلوبة، لمسات أيضا، لمسات يوميا
هذا التواصل، تواصل مش كلام فقط، تواصل باللمسات بالقبولات كذا، المصافحة في أول لقاء، اثنين لمسة على الشعر إما مؤخرة الرأس أو هذا الشعر من الأمام، واحد في الاثنين. فأنت جالسة مع زوجك وجلسي هكذا، ولا هو لمسة الحاجبين هذه اللمسة، أو لمسة الجبين تهدئة، لمسة الخدين هذه لمسة الشوق تحطها هنا، لمسة اليدين، لمسة الأرجل عند الجلوس، ولا مسألة أثناء الكلام وهي مسكة اليد. وهذه حتى مع الأولاد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل فاطمة رضي الله عنها في جبينها ويجلسوا عن يمينها ويمسك يدها، هم يلفين الأخرى يقبل يدها وهي جالسين، هذه لمسات. أيضا لازم أبنائكم يشوفوكم بهذه اللمسات، فالأبناء يستمتعون لما يشوفوا أباءهم بهذا الأسلوب، ماشي غير يشوفوا الأب يصرخ والأم تتصرخ، لازم يشوفوا هذا الحب الجميل بينهم وتعلمونهم. التحدث، تحدث، شوف هذا أبناء مراهقين وأطفال، يقول نحن نريد نأمل أن نستطيع التحدث إلى أبائنا وأمهاتنا، ولكن لا هم يعرفون ولا إحنا نعرف. واحد ما تعرف يكلم الآخر، لما تجي الأم تكلم أولادها باش يكلموا بالنصائح، والأب يكلم أولاد بالنصائح. شنو قلت لكم عن الحوار بينكم بين أبنائكم؟ حوار الأصدقاء، العلاقة الإيجابية مع الأبناء. احترمني، شنو معنى احترمني؟ عاملني أن السيد ابنك، تعال يا سيدي، ابنك هو السيد ابنك. طب الحال ماشي الشيطان، ماشي إبليس، ماشي العفريت، على الأقل مغاربة أجدادنا كانوا تجاوزوا كلمة السيد، فكانوا يسموه الدري أو الدري، من الدرر، من الألماس، وهذه من الإيجابية في اللغة، اللهجة المغربية دائما تتكلموا على الشيء بأجمل معانيه. في الوقت للطفل في المشرق يسمى الجاهل أو يسمى البزر أو يسمى الصغير، في تونس في المغرب يسمى الدري، مثل ما العافية المغاربة تقولوا العافية ما تقولوش النار، المرأة الحامل يسموها كيف مع الخفة، والبقرة يسموها الروضة، والمرأة من كالطبخ هاش يقولوا كالطبخ، ما تقولوش كالطبخ، كيقول تطيب، تطيب أكلها. هذه من إيجابيات المغاربة، فالطفل هو السيد، هو الدري من الدرر، من الألماس. لمسة الحنان، لمسة الحنان مع الأبناء يوميا، لمسة الحنان مع الأبناء تعني مصدر سعادتي، لازم تواصل مع أبنائي يثبت لهم أنكم أنتم مصدر سعادتي، أنا جاي مرهق من سفري، جاي مرهق من العمل، أريد أرتاح، ماشي أرتاح ما أسمع صوتكم، لا لا، أريد أرتاح أضمكم إلى صدري، لأن ضمكم وصوتكم وصوتكم هذا اللي يسموه مزعج هو اللي تسعدني أنا، هي الموسيقى التصويرية تسعدني، هذا ينبغي أن يكون، وليس رفعت ضغطي، أنا جاي مرهق أريد أنام ما أسمع حسكم، لا، لازم أبنائنا يكونوا مصدر سعادتنا، هم هدية الله إلينا. هذه راح أختم بها، تعرفون قصة الفلاح، نقرأناها من كنا صغار في هذه المطالعة إذا تذكرونها، الفلاح اللي وجد إوزة تبيض بيض ذهبي، تذكرونها؟ هذا الفلاح وجد إوزة عندها بيض ذهبي، بيضة ذهبية، مشى يبيعها وتبيع مسكين البيض تيجي بالأكل، لما اداها ثقيلة ولونها متخير قال لي هذه ذهب خالص، باعها، لما باع شاف مبلغ عمره ما كان يحلم به، حياته بدأت تتغير، اليوم اللي بعده وجد بيضة باعها، الرجل بدأ يصير غني، وكل يوم بدأ يبيع غير هذا البيضة، والبيض الثاني تركها. يوم الأيام قال أنا لماذا أعيش كل يوم أنتظر بيضة من هذه الإوزة، أذبح أخذ البيض كله، ذبحها فتح بطنها ما وجد ولا شيء، وانتهى البيض الذهبي. شو الخطأ اللي ارتكب الفلاح؟ استعجال، الطمع. أنا لما درستها لا تكون ذاك الوقت لما درسنا، درسنا الطمع والتعجل، أنا هذه القصة لما درستها الآن فهمتها من منظور ثاني، هذا المنظور الثاني سأعطيكم إياه بمفهوم، لو كنت أنا الفلاح ووجدت إوزة بيض بيض ذهبي لبعت هذه البيضة وقسمت ثمنها 60-40%، 60% للإوزة و40% لأنا أسرتي، أش غندير؟
غنبني ليه حوض مسبح ونجيب الماء في المسبح ونجيب ليه تدفئة، يكون بارد في الصيف وحار ساخن في الشتاء، ونغطيه ونعين بيطاري يزورها كل يوم يفحصها، ونجيب لها منعشين مدلكين يسوي لها مساج كل يوم، ونجيب لها أفضل أنواع الأكل كل يوم، وكل من بيع البيضة نصرف عليه 60% للإوزة و40% لي أنا. هكذا سأتصرف. عارفين ما معناها؟ الخطأ اللي ارتكب الفلاح هو اللي ارتكب الآباء والأمهات الآن. الحين عندي الإوزة وعندي البيضة الذهبية، من الأهم؟ الإوزة ولا البيض؟ الفلاح شنو أخطأ؟ ما هو خطأ الفلاح؟ البيض أهم من الإوزة، ده كذبحة. الحين السؤال، من أهم، أولادكم ولا البيض الذهبي اللي هو النتائج الدراسية؟ حفظ القرآن، صلى في المسجد، هذا هو البيض الذهبي. الأهم هو هذه الأشياء ولا ابنكم؟ طبعا البيض الذهبي أهم من ابنكم. السؤال، لماذا تغضبون على الابن؟ ولماذا تهددون وتضربون؟ ولماذا تشرطون حبكم بهذه الأعمال؟ وخذوا القاعدة ونختم بها في التواصل، كلما زاد اهتمامكم بأبنائكم زاد بيضهم الذهبي، وكلما زاد اهتمامكم بالبيض الذهبي أهملتم أبنائكم ونقص البيض. اهتموا بأبنائكم، هم الأساس، يعطوكم البيض الذهبي، يعطوكم السلوكيات الإيجابية، لكن لا تهملوا أبنائكم حرصا على البيض الذهبي في أبنائكم. وأشكركم إخواني أخواتي، وسعيد جدا وجزاك الله خيرا، بارك الله فيكم. نخلص.